تشاهدون الآن فدك بلس من طابق الشهيد يحيى بن أم الطويل في أرض فدك الصغرى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى لبيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم فدك بلس، ونبدأ الحلقة إن شاء الله بفقرة المسابقة فدك بلس. حياكم الله أخواني الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم. سؤال اليوم هو: لماذا سميت مكة بكة؟ هذا هو سؤال اليوم. إذن سؤال حلقة اليوم: لماذا سميت مكة ببكة؟ هذا السؤال والإجابة على مواقع التواصل الاجتماعي. إن شاء الله تقدرون تتواصلون معنا على الفيسبوك وعلى التويتر على حسابات قناتي فدك وصوت العترة، والجائزة هي كتاب الفاحشة الوجه الآخر لعائشة لكل الدول ما عدا العراق، كتاب تحرير الإنسان الشيعي، لأن هذا الكتاب لا يتوفر في العراق. إذن السؤال هو: لماذا سميت مكة في مكة ببكة؟ والفقرة التالية هي فقرة مرئيات مع الأخ محمد اللواتي. فدك بلس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إحدى الملاحظات التي سمعنا ممن ينتقدون هذا المنهج أنه: لماذا تركزون على فضح أبي بكر وعمر وعثمان ومن لف لفهم لعنهم الله أكثر من فضح الكفار والمشركين؟ ألم يحارب الكفار والمشركين الرسول صلى الله عليه وآله طوال فترة حياته المقدسة الشريفة، سواء في مكة المكرمة أو في المدينة المنورة؟ ألم يقتلوا بعض من خلص أصحابه رضوان الله عليهم في بعض معاركه وغزواته صلى الله عليه وآله؟ ألم يهتكوا حرمته بسبه واتهموه بشتى التهم حتى أنزل الله تعالى في ذلك الآيات الشريفة دفاعا عنه صلى الله عليه وآله؟ لماذا التركيز على أبي بكر وعمر لعنهم الله ومن لف لفهم، مع أن سماحة الشيخ قد بين الحقائق وبين جرائم كفار قريش وكفار والمشركين أي من قريش، لكن هنالك ميدة أو صفة اتصف بها عمر لعنه الله ولم تكن هذه الصفة موجودة في عند الكفار والمشركين؟ ما هي هذه الصفة؟ عزيز المخرج أعرض الفيديو. كيف تستبعدون بعد هذا أن يغضب هذا اللعين النبي صلى الله عليه وآله؟ ألم يغضبه لما كان يتردد على مدراس اليهود وينتسخ منهم التوراة المحرفة ويأخذ منهم المصاحف التي تشرمت حواشيها؟ أما أغضب النبي في ذلك؟ هب أنه قد تاب من هذا، كيف قد أعاده في عهده على يد كعب الأحبار؟ إذن هذا رجل لا يعبأ بإغضاب النبي صلى الله عليه وآله، فكيف تستبعدون بعد هذا أن يغضبه صلى الله عليه وآله بنقض وصيته؟ كيف تستبعدون أن يغضب النبي صلى الله عليه وآله في الاجتراء على بضعته الطاهرة ابنته صلوات الله عليها؟ اجترى عليها لا لذنب سوى وقوفها مع بعلها الوصي الشرعي علي عليه الصلاة والسلام. يا قوم، أما عرفتم عمر بعد؟ إنه والله الذي لا إله إلا هو أنذل الأنذال، أوغد الأوغاد، والله وبالله. تسألني كيف؟ أقول لك، ولعل في كلامنا هذا
جواباً لبعض المتنطعين من أهل الخلاف ممن يقولون إنا لا نجدكم تذكرون أعداء الإسلام وأعداء القرآن وأعداء النبي صلى الله عليه وآله كالمشركين من أهل الجاهلية كأبي جهل مثلاً كما تذكرون عمر مثلاً، أنتم تهجونه أكثر من غيره، تطعنون عليه أكثر من غيره، تنالون منه أكثر من غيره، تلعنونه أكثر مما تلعنوا أبا جهل وما أدري عتبة بن ربيعة وأبو لهب وأمثالهم، يطرحون مثل هذه السخافات. نعم، لماذا نركز الضربات على عمر وأضرابه؟ لأنهم محل البلوى. أمحل البلوى اليوم أبو جهل مثلا؟ من المسلمين اليوم يعتقد بأبي جهل أو يمضي على خطاه؟ من يقيم له اعتبارا؟ لا أحد. فلذلك عقلائيا أمر قد طويناه وانتهينا منه وذهب إلى جهنم وبئس المصير، ليس له امتداد، ليس له تأثير، لا يتوقع منا أن نذكره دائما إلا اللهم للعظة، للموعظة، لاستخلاص العبر، الدروس في السيرة النبوية. هذا صحيح. نعم، نركز الضربات على عمر لأنه محل البلوى، ابتلينا به، بخطه، بمذهبه، بطريقه، بمنهاجه الفاسد الذي هو لا يزال باقيا إلى اليوم، نريد اقتلاعه، فلا بد أن نقتلع عمر أولا، ثم والله الذي لا إله إلا هو، لو أنكم قارنتم بين طغاة المشركين كأبي جهل ومن لف لفه وبين طغاة المنافقين من أهل السقيفة خاصة كعمر ومن لف لفه لوجدتم الفريق الثاني أقبح أوغد أنذل. عمر كان أوغد من أبي جهل، أنذل من أبي جهل، أنزل من المشركين. تسألني كيف؟ أقول لك التاريخ يحدثنا بهذا في ليلة هجرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. تعلمون أن المشركين أحاطوا بدار الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بغية قتله، حاصروا تلك الدار ليلة كاملة، كان الذي قد بات فيها علي عليه الصلاة والسلام، صحيح، وهم يتخيلون أن الذي فيها أبو القاسم صلى الله عليه وآله. أما سأل أحد نفسه منكم لماذا انتظروا حتى الصباح؟ لما لم يقدموا في الليل على اقتحام الدار؟ ما هو السر في ذلك؟ إذا أردتم أن تعرفوا السر اقرأوا معي كتب السيرة عند المخالفين، لا أقول عندنا، منها مثلا كتاب الروض الأنف للسهيلي، هذا كتاب في السيرة النبوية في المجلد الرابع، هو يشرح يعني ويأخذ ويتلقى ويتوسع عن سيرة ابن هشام في المجلد الرابع الصفحة 201، يقول ذكر بعض أهل السير السبب المانع لهم أي للمشركين من التقحم عليه صلى الله عليه وآله في الدار مع قصر الجدار. الجدار هم كان قصير، يقدرون يتسورون الجدار ويقتحمون ويخلصون القضية بالليل. ليش ضيعوا هذه الفرصة حتى النبي خرج من بين أيديهم ولم يشعروا به؟ وأنهم إنما جاءوا لقتله. يقول أهل السير ذكروا هذه العلة، هذا السبب. يقول فذكر في الخبر أنهم هموا بالولوج عليه بالليل، هموا يدخلون، فصاحت امرأة من الدار فقال بعضهم لبعض والله إنها لسبة في العرب
أن يتحدث عنا أنا تسورنا الحيطان على بنات العم وهتكنا ستر حرمنا. فهذا هو الذي أقامهم بالباب حتى أصبحوا ينتظرون خروجه، ثم طمست أبصارهم عنه حين خرج صلى الله عليه وآله. بالله عليك، هؤلاء المشركين كفر من أهل الجاهلية ما طلعوا أشرف من عمر واللي وياه؟ استحوا على أنفسهم، أرادوا محمدا صلى الله عليه وآله صحيح، بس سمعوا صوت مرة في الداخل قالوا عيب. شو تقول عنا العرب؟ سبة في العرب، عار. نقتحم بيتا فيه حرم، نهتك الستر، نهتك الحرمة. طلعوا أشرف من عمر، ما أقول كانوا شرفاء، كانوا أوغاد، كانوا أنذال، بس لا أقل في هذه الجزئية تورعوا، مع أنهم لا يشهدون أن محمداً هذا رسول الله. في المقابل عمر الذي يشهد زاعماً أن محمداً رسول الله، قيل له وهو على الباب إن في الدار فاطمة، شنو قال؟ وإن. وبعد هذا تلومني إذا قلت إن عمر أنذل الأنذال، أوغد الأوغاد، والله إني صادق أمام ربي، أوغد من أهل الجاهلية، أنذل منه. فهل بعد ما شاهدناه من هذا الفيديو وما عرفناه من الحقائق يلام الرواد هذا المنهج على فضح أبي بكر وعمر؟ لعن الله قاتليك يا فاطمة الزهراء، وشكرا لحسن استماعكم، وإلى فقرتي لك الكاميرا مع أخينا محمد أبو سلطان. فدك بلس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواني الأعزاء. نذكركم أنه بإمكانكم إرسال أسئلتكم أو استفساراتكم أو حتى مداخلاتكم على الرقم الخاص بخدمة فدك للواتساب، وهو 00-4-4-7-4-8-2-6-2-2-6-2-6 على أن لا يتجاوز مدة المقطع الدقيقتين. نعرض أولى المقاطع. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام على الشيخ الحبيب وعلى العاملين في قناة صوت العدل. سؤالي هو للشيخ، كيف حازت السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام هذه المكانة عند الله سبحانه وتعالى، مع علم أن عمرها قصير وأعمالها قليلة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو أحمد الساعدي، بغداد العراق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخانا الكريم. في البداية أولا نقول أن أهل البيت عليهم السلام كما قال أمير المؤمنين عليه السلام، إنا أهل بيت لا يقاس بنا أحد. فقياس الناس أو قياس أهل البيت عليهم السلام بسائر الناس قياس باطل وغير صحيح. فأعمال أهل البيت المعصومين صلوات الله عليهم ولو كان عملا واحدا فإنه يفوق آلاف الأعمال لبقية الناس، كما يعني المعروف الحديث المعروف، ضربة علي يوم الخندق تعدل أو أفضل من عبادة الثقلين. فعمل من أعمال السيدة الزهراء عليها السلام وهي العالمة المعصومة يفوق أعمال الكثيرين بلا شك ولا ريب. فنقول أنها أعمالها قليلة فهذا يعني كلام غير صحيح، ربما هو يعني جانبكم الصواب، ربما أنكم تريد أن تقولون أن عمرها قصير، ولكن أعمالها كبيرة جدا وكثيرة، ولا يمكن أن نقيس عملا من أعمالها بسائر الناس. وطبعا من لماذا الله سبحانه وتعالى رفعها؟ فلعدة اعتبارات ولعدة أمور ولعدة علل، من ضمن تلك العلل التواضع،
وعلل كثيرة طبعا راح احنا نستمع مقطع على الشيخ الحبيب، ولكن حتى ان يعني الله سبحانه وتعالى قد اختبر وامتحن السيدة الزهراء عليه السلام، ولذلك نحن نزورها بالزيارة التي تقول: يا ممتحنة امتحنك الله فوجدك لما امتحنك صابرة إلى آخر الزيارة. فهذه الأمور جعلت من السيدة الزهراء عليه السلام تأخذ هذه المكانة العالية جدا عند الله تعالى. وخلونا نستمع إلى سماحة الشيخ الحبيب في جزء بسيط من محاضرة بعنوان تواضع السيدة الزهراء عليه السلام. ما أحرانا ونحن نعيش في مثل هذه الأيام والليالي أن نفهم أولاً كيف كانت الزهراء، ولماذا غدت الزهراء، ولماذا عظمت. أن نحاول الاقتراب من صفاتها وشمائلها لكي نتخلق بأخلاقها، إذا ما كنا نزعم أننا شيعة لها. هنالك رواية شريفة جديرة بالتأمل والتدبر، رواها ثقة الإسلام الكليني عليه الرحمة في كتاب الروضة من الكافي الشريف، آخر الكافي. أنقل لكم نص هذه الرواية وأريد منكم التأمل، لأني سأقف عندها شيئا ما. هذه الرواية مروية عن زيد بن الحسن قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام أشبه الناس طعمة وسيرة برسول الله صلى الله عليه وآله. كان علي أشبه الناس طعمة، أي مأكلا، ما يستطعمه، ما يأكله، وسيرة برسول الله. ما الذي كان يأكله رسول الله؟ كان علي عليه السلام يأكله. كيف كانت سيرة رسول الله؟ أمير المؤمنين عليه السلام كان يسير بنفس تلك السيرة. قال: كان علي عليه السلام أشبه الناس طعمة وسيرة برسول الله صلى الله عليه وآله، وكان يأكل الخبز والزيت ويطعم الناس الخبز واللحم. هو يقتصر على خبز وزيت، أقل الزاد، ولكنه لما يطعم الناس يجود عليهم بخبز ولحم، أي أنه يؤثرهم على نفسه إيثار، يقدم للآخرين الطعام الأفخم ويقتصر هو على الطعام الأدنى، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفعل. قال عليه السلام: وكان علي عليه السلام يستقي ويحتطب. أسألكم بالله، أمير المؤمنين هذا ثاني أعظم مخلوق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، لو كان يأمر بعضاً من خدمه، بعضاً من أصحابه، أن يكفوه مؤونة السقاية أو الاستقاء والاحتطاب، أكانوا يكفونه بل ويتسابقون على ذلك أم لا؟ يعني الآن تخيل أنك في عصر أمير المؤمنين عليه السلام،
إن له أصحابا، إن له حواريين، هؤلاء كانوا يتسابقون على خدمته، لماذا يضطر بنفسه أن يذهب لكي يستقي، يخرج الماء بالدلاء من الآبار، يحتطب، يقطع الأشجار، يزرع، يحرث الأرض، يعد علفا للدواب، تكلمت عن ذلك بالأمس في ورقة البحثية، يقدم للإبل تبنا، أهذه وظيفة أمير المؤمنين؟ أما كان أن يكفى مؤونة ذلك من قبل أصحابه، من قبل أتباعه؟ بلى، بل أكثر من هذا، لو أنه فقط يأمر ملائكة الله تأتي وتمثل بين يديه وتكفيه مؤونة كل ذلك، صحيح أم لا؟ الملائكة تكفيه الاستقاء والاحتطاب والزراعة إلى ما هنالك من أمور. لماذا كان علي عليه السلام يتكلف كل هذه الأمور ويحملها على عاتقه؟ لأنه كان يحب أن يتواضع لله. من التواضع لله أن ما قدرت أنت عليه تتكفل به بنفسك، لا تأمر به غيرك، وإن كان الناس يتسابقون على خدمتك. روح حرك نفسك، لا تصير تنبل قاعد وأمر وكذا وفلان ومولانا وإلى آخره وهم يروحون يشتغلون لك، أنت روح اشتغل. كان علي يقول الإمام الصادق عليه السلام يستقي ويحتطب، كان يرقع ثوبه، كان يخصف النعل، معروف أن علي عليه السلام كان يخصف نعل رسول الله صلى الله عليه وآله. انظر إلى التواضع، اليوم من يسويه؟ قال وكان علي عليه السلام يستقي ويحتطب، وكانت فاطمة سلام الله عليها تطحن وتعجن وتخبز وترقع، ترقع الثياب، وكانت من أحسن الناس وجها، كأن وجنتيها وردتان. هذا وصف الإمام الصادق عليه السلام للزهراء روحي فداها، كأن وجنتيها وردتان صلى الله عليها وعلى أبيها وبعلها وولدها الطاهرين. هكذا يعبر الإمام الصادق عن الزهراء البتول صلوات الله عليها، هكذا يصلي عليها. هذه الأمور التي كانت تفعلها الزهراء عليه السلام أكان يمكن أن تكفاها أم لا؟ كما قلنا في أمير المؤمنين عليه السلام نفس الشيء، إن الزهراء هذه تتسابق الملائكة، أهل السماء يتسابقون على خدمتها فضلا عن أهل الأرض، لماذا لم تستعن بهم؟ لا أقل كانت لها خادمة وهي فضة عليها الرحمة والرضوان، كانت لديها خادمة، وكلكم تعرفون، سمعتم من الخطباء أن الزهراء عليه السلام شاهدها سلمان عليه الرحمة ذات مرة وهي تطحن بالرحى
منهكة، مجلت يداها، تشققت. فقال لها في ذلك، قال: لم لا توكلي فضة بذلك، هي خادمتك. فكانت صلوات الله عليها تجيب بما مضمونه أن اليوم يوم خدمتي أنا، كان الأمس يوم خدمتها، وأنا اتفقت معها على أنه يوم عليها ويوم علي. اليوم الثاني ترتاح الخادمة، سيدة النساء هكذا تصنع. اليوم من تفعلها مع خادمتها؟ تقسم العمل بينها وبين خادمتها، يوم هي ترتاح ويوم الخادمة ترتاح. وكانت فاطمة عليها السلام تطحن وتعجن وتخبز وترقع، وكانت من أحسن الناس وجها، كأن وجنتيها وردتان، صلى الله عليها وعلى أبيها وبعلها وولدها الطاهرين. ومن أراد أن يستمع إلى المحاضرة كاملة ارجعوا إليها بصفحات الشيخ، بصفحات هيئة خدام المهدي، أو صفحة هيئة خدام المهدي على اليوتيوب بعنوان تواضع الزهراء عليه السلام الذي رفعها. فدك بلس. حياكم الله إخواني الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم. اليوم إن شاء الله راح نرصد حالات الاحتفال برأس السنة في المناطق المقدسة وغيرها. أخواني الأعزاء، ما راح أركز على الاحتفال وحليته وهل هو حلال أو حرام، لأن تقريبا تطرقنا له قبل حلقات بهذا الموضوع، ولكن اليوم عندي بعض المقاطع التي ألفتت النظر صراحة بالتواصل الاجتماعي خصوصا. نبتدئ كلامنا إن شاء الله بفيديو انتشر لأب يشرب ابنه أو يشرب ابنه خمر في الشارع وأمام الناس، وهذا الفيديو كما نقل في بغداد. إذا الأخ محمد جواد جاهز الفيديو خلي يعرضه، خلي الناس تشوف. يا جرة جرة جاهز 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 نعم اخواني، مثل ما شفتوا هذا الاب يشرب ابنه خمر قدام الناس، لا معترض واحد ولا متكلم واحد ولا واحد هزت الغيرة على الأقل، ولا واحد شالت الغيرة على دينه على الأقل، ينشر هذا الفسق والفجور وكأنها حادثة أولية من نوعها بمجتمعات العراق. واحد يشرب ابنه خمر بالشارع، هذا فتح الباب للفساد للأطفال. الفيديو الثاني احتفال رأس السنة في كربلاء المقدسة، وهذا اليوم راح يكون محور كلامي حول الاحتفال الذي حدث في كربلاء المقدسة والانتهاك الذي أصبح أو تعرضت له المدينة الطاهرة، مدينة سيد الشهداء صلوات الله عليه. أخ محمد اعرض الفيديو الثاني وهو الاحتفال في كربلاء المقدسة، تقرير لعله في إحدى القنوات. كربلاء توشحت بمظاهر الزينة والفرح وهي تستقبل العام الجديد، كما غطت أشجار عيد الميلاد واجهات المحلات والتقاطعات، وسط تهاني أهالي المحافظة لشركاء الوطن من المسيحيين بحياة سعيدة آمنة، رافضين الدعوات التي تحاول
تأجيج الفتنة الطائفية. نعيش غمرة الفرحة مع أخوة الإنسانية والدين والوطن في عيدهم المجيد الذي يشكل لنا حلقة عيسوية ترتبط وتتمازج مع الحلقة المحمدية. إذن أقدم أجمل أكاليل معايداتي إلى الأخوة الذين لا زالوا يشاركوننا في الوطني والديني والإنسانية، ويمكن لنا أن نعيد معهم هذه الأعياد. احتفالات رد الدين، هذا ما أطلقه الكربلائيون على مظاهر الفرحة التي عمت شوارع المدينة، عرفانا لمواقف المسيحيين عندما أجلوا احتفالاتهم التي تزامنت في شهر محرم الحرام وسط أمنيات بالاستقرار السياسي ليعود العراق معافى. الأخوة المسيحيين دائما لهم مواقف مشرفة معنا كمسلمين بصورة عامة، دائما احتفالاتهم تؤجل لو كانت مناسبات هي عظيمة ولها ثقل في المجتمع العراقي يأجلون احتفالاتهم، لذلك احنا نكون وياهم دائما باحتفالاتهم، وهذه رأس السنة الميلادية نحتفل وياهم بكل أماكن نقدر نقدم بها فرحة ونقدر نقدم بها تهنئة للأخوة المسيحيين. احنا مستمرين بمناسبة أعياد الميلاد، زينا البيوت بالأشجار واحتفلنا بالبيوت وبالشوارع، والحمد لله كربلاء كلها محتفلة بهاي السنة بعيد المسيح الأغر. إن شاء الله يعود الأمن والأمان على بلادنا ويعودون النازحين بهاي المناسبة إلى ديار. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إخواني ما أطول عليكم، راح أعرض الفيديوهات جميعا ثم إن شاء الله نعلق على هذه الفيديوهات. أخي محمد اعرض الفيديو الثالث الذي هو احتفال كذلك لهذه البدعة، لا أستطيع أن أعبر عليها، ما شفنا إحنا بحياتنا كلها أصلا أنه إحنا كنا نحتفل بأعياد النصارى وما أدري شنو هاي، منين طلعت لنا جديدة. الفيديو الثالث أخي محمد إن شاء الله إذا جاهز. ديسكو هذا والله ما اعرف شنو يعني، لا حول ولا قوه الا بالله. وين هذا؟ وين كربلاء المقدسه؟ كربلاء المقدسه بمدينه سيد الشهداء صلوات الله عليه، لا حول ولا قوه الا بالله. اخ محمد اعرض الفيديو الاخير الذي يبين الفسق والفجور الذي حصل في هذه المنطقه المقدسه. كذلك اضطرينا نقطع الفيديو لأن غناء ورقص وهذه المظاهر اللي تشوفونها قدامكم إخواني الأعزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. بالبداية أوجه عتب لمراجعنا العدول الموجودين في النجف الأشرف، ما أعرف يعني هل يعلمون بهذا الذي يحصل؟ يدرون هم اللي جاي يصير بالمناطق المقدسة؟ لو ما يوصلهم والله هذه ما أدري، نتركها بعد لهم الله يحفظهم. أما بالنسبة الكلام اللي راح نوجهه اليوم أساسا، وين مدير العتبة الحسيني؟ وين عبد المهدي الكربلائي؟ وين المسؤولين بكربلاء المقدسة عن هذا الانتهاك الذي تعرضت له هذه المنطقة المقدسة؟ لو فالحين بس تعتقلون الرافضة يطلع يجهر بعقيدته ويلعن أعداء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، تحركون عليه الهمرات والمدرعات وكأنما انقلبت الدنيا، كأنما صار خلص ما أعرف شنو، ضرب نووي. هاي قدام عيوكم بكربلاء المقدسة؟ أسد علي وهو في الحروب نعامة؟ أنتوا شنو؟ والله ما أعرف عنكم شنو. وين جماعة تهذيب الشعائر؟ وينهم؟ كل ما المؤمنين بيوم العاشر يخرجون ويطبرون ويعزون سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، طلعوا لنا ذولا تهذيب الشعائر، تهذيب الشعائر، انتهاك لحرمة كربلاء، انتهاك لحرمة كربلاء. وينكم؟ شمالكم شو انخرست ألسنتكم؟ هذه المنطقة المقدسة التي وردت الروايات فيها، أنا ما يحضرني الآن يعني ما حضرت الروايات وذكرتها قبل كم حلقة لقدسية هذه المدينة،
صلوات الله وسلامه عليكم، أشهد أن الله اصطفاك صغيرة وأكمل لك علومه كبيرة، وأنك حي لا تموت حتى تبطل الجبت والطاغوت. أنا الآن الزيارة عفوا ما تحضرني الآن بالضبط هذه النص. طوبى لكم والأرض التي دفنتم فيها بهذا المضمون، نعم هذا المضمون لأن ما يحضرني. هذه الأرض التي دفن فيها آل محمد عليه السلام، دفن فيها سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. بهذا الانتهاك اللي جاي يصير وانتم ساكتين، ما فالحين ابدا، بس تعتقلون المؤمنين من الرافضه اعزهم الله. في بس عندي شغله بس توضيحيه. نعم. هو في شيء اسمه اللي يسمونه هم النصارى عيد المسيح اللي هو 25/12، وهذا عيد بينهم اصلا، عيد فقط يعني ديني، يعتبر طابع ديني، يعني الاسر تقعد ويروحون للكنيسه، يعني الطابع ديني، هذا هو اللي يسمونه عيد مولد المسيح، يعني عندهم شعارهم المعينة. وعيد رأس السنة هذا اللي هو اللي يسمونه مو رأس السنة، مو مولد المسيح، يعني مو عيد ديني أصلا، رأس السنة الميلادية اللي يرقصون فيه يشربون خمر ما أدري شنو. هذول المعمعم هذا اللي توه يقصد أنه واحد واحد لازم نهني الأخواننا ومدري شنو سواهم ومدري شنو شركانا في الوطن وما أدري شنو في عيد المسيح، وهذا عيد رقص وعيد خبر. أخ عبد الله، هي زيارة هذه اللي حضرتنا الآن. طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، هذه الزيارة اللي نقراها لأئمتنا عليهم الصلاة والسلام، هذه الأرض الطيبة الطاهرة يصير فيها هذا الانتهاك؟ الأحزاب الإسلامية الموجودة أشو مسيطرة على كربلاء والنجف وبغداد، ومسيطرة على كل المناطق المقدسة، وينكم؟ احنا نعرفكم طبعا، انتم احزاب اسلاميه بس بالاسم، بس بالاسم احزاب اسلاميه، ولا بالافعال كل شيء ماكو. وينكم عن هذه؟ وينكم؟ لو بس فالحين مثل ما قلت تعتقلون الناس الابرياء المؤمنين اللي يعرضونكم، حتى لو يعرضون سياستكم. اذا احنا لما نفرح بفرحه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ونقيم احتفال، وهذا عندنا نصبي من الائمه عليهم السلام، عيد الغدير الثاني بهلاك عمر لعنة الله عليه، يكون هذا محرض للطائفية، وهذا انتهك سيادة الدولة، وما أعرف شنو هذا القوانين اللي حاطينها أنتم. بينما هذه الأفعال لا، عادي ولا يهمهم أبدا، حسبنا الله ونعم الوكيل. نكرر العتب إلى مراجعنا حفظهم الله تعالى عن هذا الشيء، ونطالب من سماحتهم أن يعني يأخذون موقف صارم من هاي الأشياء اللي جاي يصير بمناطقنا المقدسة. أنتقل أخواني الأعزاء إلى فقرة هل تعلم مع الأخ محمد أبو سلطان. فدك بلس. هل تعلم أن أبا بكر ابن أبي قحافة لم يسلم إلا متأخرا وقبل الهجرة بقليل، بل وسبقه أكثر من 50 شخصا أو رجلا إلى الإسلام؟ دعونا نقرأ بعض الشواهد على ذلك. من تلك الشواهد ما رواه الطبري عن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال: قلت لأبي أكان أبو بكر أولكم إسلاما؟ فقال: لا، ولقد أسلم قبله أكثر من 50. المصدر تاريخ الطبري الجزء الثاني الصفحة 60 والبداية والنهاية لابن كثير الجزء الثالث الصفحة 28. ومنها ما رواه الطبراني من أن أبا بكر آمن بعد ظهور معجزة إسراء ومعراج النبي صلى الله عليه وآله، والتي وقعت أحداثها قبل الهجرة بسنة ونصف فقط على حد قولهم. المصدر المعجم الكبير للطبراني الجزء 24 الصفحة 434 ومجمع الزوائد الجزء الأول الصفحة 76 والسيرة الحلبية الجزء الأول والصفحة 273. ومن تلك الشواهد ما تثبته ابنة أبي بكر عائشة لعنها الله من أن أباها لم يكن أول القوم إسلاما، بل كان رابعهم حين وقفت بالبصرة وقالت: أبي رابع أربعة من المسلمين. المصدر الأوائل لأبي هلال العسكري الصفحة 98.
ومن تلك الشواهد أيضا ما رواه الذهبي عن الحسن بن زيد أن عليا أول ذكر أسلم، ثم أسلم زيد بن حارثة، ثم جعفر بن أبي طالب، وكان أبو بكر الرابع أو الخامس. المصدر سير وأعلام النبلاء الجزء الأول الصفحة 216. وهنالك شواهد عديدة على ذلك، ولا يكون مجالا في الشك للشك في أن هذه الدعوة، أي دعوة أن أبو بكر أول القوم إسلام، إنما كانت مما نسجه خيالهم واختلقته أقلامهم للتنزيل من مقام مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه وإنكار أسبقيته إلى الإسلام، والتفصيل موكول إلى محله. ننتقل إلى فقرة حدث في مثل هذا اليوم مع الأخ العزيز عبد الله الخلاف. فدك بلس. في مثل هذا اليوم 25 من ربيع الثاني سنة 64 هجرية، خلع معاوية الثاني اللي هو معاوية ابن يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان نفسه من الحكم، بعدما قضى في الحكم بعد موت أبيه يزيد ابن معاوية لعنة الله عليه 40 يوما، وصعد المنبر وخطب خطبته الشهيرة اللي هو معاوية، نسميه احنا معاوية الثاني، اللي قال في خطبته بعدما حمد الله واثنى عليه، يقول: أما بعد حمد الله والثناء عليه، أيها الناس، فإنا بلينا بكم وبليتم بنا، فما نجهل كراهتكم لنا وطعنكم علينا، ألا وإن جدي معاوية بن أبي سفيان نازع الأمر من كان أولى به في القرابة برسول الله وأحق في الإسلام سابق المسلمين وأول المؤمنين وابن عم رسول رب العالمين وأبا بقية خاتم المرسلين، فركب منكم ما تعلمون وركبتم منه ما لا تنكرون، حتى أتته منيته وصار رهنا بعمله، ثم قلد أبي، يقصد أبو منه يزيد بن معاوية، ثم قلد أبي وكان غير خليق للخير، فركب هواه واستحسن خطأه وعظم رجاءه فأخلفه الأمل وقصر عنه الأجل، فقلت منعته وانقطعت مدته، وصار في حفرته رهنا بذنبه وأسيرا بجرمه، ثم بكى اللي هو معاوية ابن يزيد ابن معاوية وقال: إن أعظم الأمور علينا علمنا بسوء مصرعه وقبح منقلبه، وقد قتل عترة الرسول وأباح الحرمة وحرق الكعبة، وما أنا المتقلد لأموركم. شوف يقول: مو أنا المتقلد لأموركم، يعني عزل روح عن الخلافة، ولا المتحمل تبعاتكم، فشأنكم أمركم، فوالله لئن كانت الدنيا مغنما لقد نلنا منها حظا، وإن تكن شرا فحسب آل أبي سفيان ما أصابوا منها. هذه الخطبة اللي قالها معاوية ابن يزيد ابن معاوية بعد 40 يوم فقط من تسلم الحكم، بعد هلاك يزيد ابن معاوية وخلع نفسه، وقتلوا بنو أمية بعد فترة ودفن في الشام وعمره تقريبا يعني ابن 23 سنة، يعني عمره 23 سنة. ولكن طبعا كثير من الشيعة يثنون على معاوية ابن أبي معاوية ابن يزيد، ولكن عند سماحة الشيخ الحبيب رأي بأنه متوقف بشأنه، لأن الحين عندنا مقطع لسماحة الشيخ الحبيب يذكر لماذا توقف في شأنه. أنا لم أجد عن أئمتنا عليهم السلام مدحه،
لم أجد ذلك، إنما وجدت هذه الأمور. وجدت مثلا أنه يروى عنه شيء من الميلان لأهل البيت عليهم السلام، يعترف بهذا الميلان الخاصة والعامة. أما العامة فكما في كتاب الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي المكي في الصفحة 134، وبالمناسبة هذا الكتاب كما تعلمون ألف ضد الشيعة، لكن فيه كثير من الحقائق التي تنتزع منه، فأراد أن يكحلها، يعني شنو؟ أعماها، وجاءت عليه. فهنا هو تكلم في هذا الموضع، تكلم عن معاوية بن يزيد بن معاوية، فقال: ومن صلاحه الظاهر أنه لما ولي صعد المنبر فقال: إن هذه الخلافة حبل الله، وإن جدي معاوية نازع الأمر أهله، ومن هو أحق به منه؟ علي بن أبي طالب عليه السلام، وركب بكم ما تعلمون، حتى أتته منيته فصار في قبره رهينا بذنوبه. ثم قلد أبي الأمر يزيد، شوف ديسب جده وأبوه، ويعترف يقول معاوية نازع الأمر أهله، أي علي بن أبي طالب عليه السلام، يعني هو الإمام الحق. ثم قلد أبي الأمر وكان غير أهل له، ونازع ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقصف عمره وانبتر عقبه، وصار في قبره رهينا بذنوبه، قتل الحسين عليه السلام. ثم بكى، يعني لما استذكر هاي المسائل بكى معاوية، هذا على المنبر وهو خليفة حاكم يعني على اصطلاحهم. ثم بكى وقال: من أعظم الأمور علينا علمنا بسوء مصرعه وبؤس منقلبه، وقد قتل عترة رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني بكى على العترة الطاهرة، بكى على الحسين وأهل بيته وأصحابه. شوف قوة التأثير الحسيني. الحسين يستشهد في عهد يزيد اللي ما دام 3 سنوات، يموت يزيد يهلك لعنه الله، وإذا على منبر يزيد تقرأ مصيبة الحسين عليه السلام. ممن؟ من ابن يزيد، معاوية ابن يزيد ابن معاوية. وين تصير هذه؟ ومستمر معاوية يذم أبوه، يقول: وأباح الخمر وخرب الكعبة، ولم أذق حلاوة الخلافة فلا أتقلد مرارتها، فشأنكم أمركم. يقول: أنا معتزل وما لي علاقة خلافتكم هذه، والله لئن كانت الدنيا خيرا فقد نلنا منها حظا، ولئن كانت شرا فكفى ذرية أبي سفيان ما أصابوا منها. ثم تغيب في منزله حتى مات بعد 40 يوما كما مر، فرحمه الله أنصف من أبيه وعرف الأمر لأهله. هاي الترحم طبعا ممن؟ من صاحب الصواعق المحرقة بن حجر الهيتم. في مصادرنا نحن كما في كتاب 40 للمولى الشيرازي محمد طاهر يقول: ثم نزل، يعني نزل بعدما ألقى هذه الخطبة، فدخل عليه أقاربه وأمه فوجدوه يبكي، فقالت له أمه، فهذه من صدمة ابنها، يعني انه هذا الموقف اللي سواه، ايش بيه هذا؟ ليش هالشكل صاير؟ هو اموي ابن خلفاء وابن امجاد، ومفروض يكون مناوئ لعلي بن ابي طالب والحسين واهل البيت عليهم السلام. شنو هاي جاي على المنبر يقول يفضح ابوه ويفضح جده، ويقول الاحق بالخلافه هو علي والحسين عليهم، يعني علي والحسن والحسين ائمه اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. فيقول: فدخل عليه أقاربه وأمه فوجدوه يبكي، فقالت له أمه: ليتك كنت حيضة ولم أسمع بخبرك. فقال: وددت والله ذلك، أتمنى أنه أنا كنت نسيا منسيا يعني. ثم قال: ويلي إن لم يرحمني ربي، أنا جابوا أن يسلموني هذا وأنا لست إماما ولا خليفة شرعية.
يقول ثم إن بني أمية قالوا لمؤدبه عمر القصوص أو القصوص، مؤدبه يعني معلمه، هذا اسمه عمر، بس اتهموه أنه حتما أخذ التشيع والموالاة لأهل البيت منك أنت، لأنه من طرف أبوه خو يزيد ما يعلمه هالشي، من طرف أمه هذه أم هاشم اللي بنت عتبة، بنت أم هاشم بنت أبي هاشم بن عتبة، إنزين، فيعني منين يجي للتشيع وهالميلان لأهل البيت ولعلي عليه السلام وآل علي؟ أكيد إذن أنت. دخلوا عليه قالوا له أنت علمته هذا ولقنته إياه وصددته عن الخلافة وزينت له حب علي وأولاده وحملته على ما وسمنا به من الظلم وحسنت له البدع حتى نطق بما نطق وقال بما قال، فقال والله ما فعلته ولكنه مجبول ومطبوع على حب علي رضي الله عنه صلوات الله عليه، فلم يقبلوا منه ذلك وأخذوه ودفنوه حيا حتى مات. هذا الأستاذ أو المعلم. فإحنا موقفنا منه ما هو؟ نحن لا نثبت تشيعه، خاصة التشيع الاصطلاحي، يعني التشيع الإمامي، لأنه ليس من رجالنا ولا نعرفه ولا أئمتنا عليهم السلام امتدحوه بشيء، لم يصلنا عنهم مثل هذا المديح. نعم الآثار التاريخية تذكر أنه كان له ذلك الميلان، فلعله شيعي بالمعنى العام حيث لم يتبين له حقيقة العقائد الشيعية، لأنه لم يتصل بأئمة أهل البيت أو رجالهم أو ثقاتهم وتلامذتهم. هذا الموقف لا شك موقف شريف الذي صدر منه، فموقفنا منه هو السكوت عنه، لا نثبت أنه شيعي بالمعنى الكامل عليكم السلام ورحمة الله، ولا أنه ناصبي كذلك لأنه بعيد عن هذه التهمة، فنسكت عنه ونقدر له هذا الموقف. فموقفنا منه هو موقف العلامة الكركي رضوان الله تعالى عليه الذي قاله في كتابه تعيين المخالفين، قال وينقل عن معاوية بن يزيد ميله إلى أهل البيت وإنكاره الشديد على أبيه وتبرؤه من فعله، ولهذا يلقب بالراجع إلى الله، فنسكت عنه لذلك. نسكت عنه، إحنا نسكت عن معاوية ابن يزيد ابن معاوية. الفقرة التالية مع محمد اللواتي، فقرة وثائق. فدك بلس. ولكننا نعيش حربا مع الذين يخفون الحقائق، مع الذين يناتون بالوحدة المزعومة وهم أصحاب أو ذوي النزعة البترية، ولكننا نعيش الأوهام في أن أهل البيت عليهم السلام لم يلعنوا أبا بكر وعمر لا تصريحا ولا تلميحا، لأن ذلك ليست من شيم أخلاق أهل البيت عليهم السلام حسب دعواهم وزعمهم. تعالوا معي إلى الوثيقة التالية لنبين لكم كذبي وزيف ما ادعوه هؤلاء الذين أخفوا الحقائق. الوثيقة من كتاب بحار الأنوار، الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام، الجزء 41، تاريخ علي عليه السلام، تأليف العلم العلامة الحجة فخر الأمة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي قدس سره، المتوفي سنة 1110 للهجرة، طبعة جديدة محققة ومصححة بإشراف لجنة من العلماء، دار إحياء التراث العربي. وهذه الطبعة هي الطبعة الثالثة المصححة كما ترون هنا. لنذهب أولا إلى صفحة 283، باب معجزات كلامه من أخباره بالغائبات وعلمه باللغات وبلاغته وفصاحته صلوات الله عليه. ثم نذهب إلى صفحة 294، ماذا تقول الرواية؟ الرواية تقول عن سعد الخفاف
عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: بينا أمير المؤمنين عليه السلام يوما جالس في المسجد وأصحابه حوله، فأتاه رجل من شيعته فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله يعلم أني أدينه بحبك في السر كما أدينه بحبك في العلانية، وأتولاك في السر كما أتولاك في العلانية. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: صدقت، أما فاتخذ للفقر جلبابا، فإن الفقر أسرع إلى شيعتنا من السيل إلى قرار الوادي. قال: فولى الرجل وهو يبكي فرحا لقول أمير المؤمنين عليه السلام: صدقت. قال رجل من الخوارج يحدث صاحبا له قريب من أمير المؤمنين، فقال أحدهما لصاحبه: تالله إن رأيتك اليوم قط، إنه أتاه رجل فقال له صدقت. فقال له الآخر: أنا ما أنكرت من ذلك، لم يجد بدا من أن إذا قيل له أحبك أن يقول له صدقت. تعلم إنني أنا أحبه؟ قال: لا. قال: فأنا أقوم فأقول له مثل مقالة الرجل فيرد علي مثل ما رد عليه. قال: فقام الرجل فقال له مثل مقالة الأول، أي الرجل الخارجي. فنظر أمير المؤمنين عليه السلام إليه مليا ثم قال له: كذبت، لا والله ما تحبني ولا أحبك. قال: فبكى الخارجي فقال: يا أمير المؤمنين، لتستقبلني بهذا ولقد علم الله خلافه؟ أبسط يديك أبايعك. قال أي قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: على ماذا؟ قال على أي قال الخارجي: على ما عمل أبو بكر وعمر. ركزوا، على ما عمل أبو بكر وعمر. قال أي فمد يده وقال له، يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه: أصفق، لعن الله الاثنين. أمير المؤمنين سلام الله عليه هنا لعن أبا بكر وعمر، قال: لعن الله الاثنين، والله لكأني بك قد قتلت على ضلال ووطأت وجهك دواب العراق، فلا تغرنك قوتك. قال: فلم يلبث أن خرج عليه أهل النهروان وخرج الرجل معهم فقتل. وإذن بعد أن لاحظنا هذه الوثيقة بينا لكم أن الوثيقة تبين أن أمير المؤمنين سلام الله عليه لعن أبا بكر وعمر تصريحا، لا كما يدعو هؤلاء البدرية ودعاة الوحدة الإسلامية المزيفة أنه لم يلعنه، أن أهل البيت سلام الله عليه لم يلعنوا أبا بكر وعمر لا تصريحا ولا تلميحا. شكرا لحسن استماعكم، وإلى فقرة هرطقات مع أخونا فائز الجبوري. فدك بلس. مسابقة اليوم اللي هي سؤال إن شاء الله نعطي جائزة. أيوه لا 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 لا، في مسابقة؟ لا. أنا بشارك، اسألني أي سؤال وأنا حجاوب عليه على طول، وأنا عاوز الجائزة. أنت مين؟ أنا حنفي صاحبك، مش فاكرني؟ أنا حنفي. اسألني أي سؤال، هات سؤالك. فين حنفي؟ منه قتل هتلر؟ الله يرحمك يا أمة، الله يرحمك يا أمة. فيها لا، هي امي ما قتلتش هتلر بصراحه، هي اللي حدت السيف وعملت طبق فسيخ كده لابويا الله يرحمه، وهو اللي قتل هتلر. الله. ابويا هو. عارف انا منو اللي حفر قناه السويس؟ ابويا. من قبل الاهرامات؟ ابويا كمان. ابو جدك كله؟ لا، جدي. انا افتكرت. طيب مين كمان؟ اسالني اي سؤال تاني وانا هجاوبك. اللي قتل هتلر؟ اللي قتل هتلر قلت لك ابويا يا عمي. اسالني. زين، شنو يعني بتدخل مسابقة؟ انا عاوز ادخل مسابقة. اي سؤال تسألني انا حجاوب على طول. زين، الحين راح نسألك اسئلة ونشوف. فضل. نختبرك. اذا فزت فيها زين نعطيك كتاب، بس انت كلها تقول انا وانا، يعني كل شيء هذه الاشياء انت بسويها. بص يا استاذ عبد الله، بص، هو شوف الفيديو ده حتعرف كل حاجة. شوف الفيديو معايا ان شاء الله. وكانت تقول وحق لها، قالت: والله ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيري، وإن الوحي لكان ينزل عليه وهو بين أزواجه فينصرفن عنه، وإنه لينزل عليه وأنا معه في لحافه
يعني جسده ملاصق لجسده، ومع ذلك لا يبينني عنه، يعني لا يبعدني عنه، يقبل أن ينزل الوحي علي وعليه، ينزل الوحي عليه وهو في لحافه معها رضي الله عنها وأرضاها. وهذه منقبة ليست بالهينة. ثم قالت: وماذا صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجري، أي متكئ عليها. ثم قالت: وإنني بنت خليفته وصديقه، تقصد أبا بكر. ثم قالت هذه الآية، قالت: ولقد وعدت من الله مغفرة ورزقا كريما. فالله عز وجل وعدها بالمغفرة والرزق الكريم، فهي أم المؤمنين حقا مع أخواتها أمهات المؤمنين. أبص يا أبا، أنا أمدح نفسي زي ما عايشة تمدح نفسها، يعني إيه؟ هو أنا ناقص عين ولا مناخير ولا إيه؟ هذه عايشة اللي قاعد تكذب وتمدح نفسها. ما أخذها قدوة تبي جائزة. مالها عايشة؟ ما هي بعينك ولا إيه؟ زين، روح أخذ جائزتك من عايشة. توكل توكل يا عم، هات أي حاجة. توكل هات يا عمي، توكل على يا عمي، هات أس شوكولاتاي وأنا راضي. توكل على يا عمي، خذها من عايشة. سلام. اليوم بعد هذه فقرة حنفي راح فدك بلس. اخوان، اليوم هذه فقرة جديدة راح نبدأ فيها ان شاء الله من اليوم، وهي فقرة الغذاء الصحي. وكل يوم ان شاء الله راح اتكلم لكم على نوع من انواع الغذاء، سواء يعني غذاء مجرب زين، او غذاء من روايات أهل البيت سلام الله عليهم. اليوم راح أتكلم على المورينجا. هذه نبتة المورينجا شجرة عادية تنبت أولا في الهند، ولكن لكثرة فوائدها خذوها وزرعوها في دول كثيرة. هذه المورينجا اللي اليوم راح أتكلم عنها نبتة، أو هو ورق طبعا مطحون لونه أخضر زين، ولا رائحة تشبه رائحة الحنة. هذا هذه المورينجا، هذه نبتة المورينجا. هذه نبتة المورينجا طبعا في صورة عند الإخوان حق الورق مالها وحق النبتة نفسها. هذه نقدر نقول عليها سر من الأسرار الحين في الطب البديل، طب الأعشاب. فيها فوائد جدا غنية تشفي من كثير من الأمراض، ولها فوائد في المضادة للأكسدة. تعرفون إخواني المواد المضادة للأكسدة تساعد الجسم على البقاء، يعني تقوية أعضاء الجسم، منها البشرة، منها الشرايين، القلب، كل أعضاء الجسم، النظر زين. مع تقدم العمر والشيخوخة شوية هذا الجسم يقل حيويته، ولكن المواد اللي مضادة للأكسدة تبقي الجسم قوي وحيوي وتبقي شبابكم. هذه المورينجا من أقوى أنواع المضادات للأكسدة، كما أنها أنا عندي ناس شخصيا أعرفهم جربوها لمرض السكر واستغنوا عن العلاج لمرض السكر. ولكن إذا تبي تستخدمها وعندك مرض السكر ما يصير تستخدمها مع العلاجات التقليدية لمرض السكر، لازم توقف كل العلاجات وتاخذ كورس، تاخذ دورة للغذاء على المورينجا. كما هي طبعا هي تخفض أو تعدل نسبة السكر إذا ارتفع وإذا نزل، وكذلك من أفضل المواد للحفاظ على ارتفاع وضغط، ارتفاع ضغط الدم وانخفاض ضغط الدم. أنا شخصيا ليش بدأت في المورينجا؟ أنا ألعب رياضة قتالية، وأكثر مادة استفدت منها في رياضتي أني هذه المورينجا تساعد على زيادة أو حفاظ سرعة الدورة الدموية. إحنا دائما الرياضيين لما نلعب أي رياضة نحتاج أن نحافظ على الدورة الدموية تكون شقالة دائما. لما تكون الدورة الدموية شقالة تقدر تعطي بالرياضة أفضل. فلذلك كان دائما إذا قول عندي بطولة أخذ هذه المورينجا، يعني أخذ أسبوع. ولكن شلون تستعملها؟ الحين أنا بتكلم لكم شلون تستعمل المورينجا.
دائما في لو تفتحون مثلا اليوتيوب وتشوفون الدكاترة وخصائيين التغذية شلون يقول لك تستعمل المورينجا، يقولون استعمالها أكثر شيء مع على سبيل شاي، يعني تحطها تقريبا في ماء فات ماء شوية حار وتشربها كالشاي. طبعا هذا الماء بارد شوية، طبعا ماء حار زين، وتشرب هذا لونها راح يصير مع الماء الحار ويستخدم كشاي زين. في بعض انا صراحه شخصيا دائما اذا كنت يعني عندي بطوله اخذ هذه المورينجا مع عصير البرتقال، ولكن لا تكثرون منها، دائما اخلي المورينجا مع عصير البرتقال و اشربها عادي بعد ما امزجها مع بعض في الكوب الخاص للمزج زين، وتشربها 3 مرات باليوم حتى تاخذ الفائده منها. اذا يكون عندك كورس تقريبا 21 يوم او 40 يوم تقريبا حتى تستفيد منها، وافضل استفاده للمورينجا تاخذها 3 مرات في اليوم. متى تاخذها؟ يعني تاخذ هاي فترات، ولكن تخلي شويه فتره متباعده. دائما الاطباء يقولون قبل او بعد الاكل ب 15 دقيقه، انت نقول نص ساعه، نص ساعه قبل الاكل او نص ساعه بعد الاكل تشرب المورينجا حتى تستفيد منها، حتى الجسم يمتص المواد المفيده في المورينجا. المورينجا تقريبا فيها جميع انواع الفيتامينات والبروتينات، وفيها كذلك الألياف. تقريبا لو تشوفون عندي أنا صورة مقارنة المورينجا مع الفواكه والخضروات القنية بالكالسيوم والحديد والبوتاسيوم وبعض المواد، تلاقي المورينجا دائما تتفوق على كل هذه المواد بالرسم التوضيحي اللي موجود على الشاشة. و عند استخدام المورينجا نصحت اخوان يستخدمون هذه المورينجا، كان بالبدايه اخواني قبل اول ما تاخذها الجسم مو متعود على هذه الماده، فيصير عندهم فتره ممكن اسهال مده 3 إلى 5 أيام، وبعدين يتنظف الجسم كله من الميكروبات ومن الشغلات الفضلات، ويعني تبدا عمليه الاستفاده من المورينجا. فبالبداية لما تشوفون ردة فعل سلبية للجسم على للمورينجا تلاقيها شغلة طبيعية شيء عادي، ولكن بعدين تستفيد من المورينجا استفادة كاملة. والحلو في المورينجا إن ما يوجد فيها أي مضار، يعني ما فيها أي أضرار جانبية، لأنها كلها مثل ما قلت لكم عبارة عن شجرة اسمها مورينجا نبتت في الهند، ويأخذون الورق مالها ويطحنونه ويشربونه ويستفيدون منه. بالنسبة للإخوة اللي يشربونه على شاي يقدر يخلي معاه عسل حتى شوية الطعم اللي يصير حلو شوية إذا مو متعود على طعمه. أما اللي حصل المورينجا ورق تقدر تخليه مع السلطة، تقدر تخليه مع الطبخ، وإن شاء الله تستفيد منه الاستفادة. نعم؟ نفس الحين اذوقك اياه ان شاء الله زين. الفقره التاليه مع احد الاخوان اللي هي نعم فدك بلس. حياكم الله اخواني. هنالك من المفاهيم المغلوطه التي تطرح على الساحه الشيعيه مفهوم الكراهيه. على سبيل المثال حينما نحن نسب أو نلعن رموز الطرف الآخرين كأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة ومن أشبه، يقولون أنكم يعني تبثون الكراهية في المجتمع، وبالتالي الناس تبتعد عن دين آل محمد عليهم السلام. دائما تجدهم يستشهدون مثلا هؤلاء أن وهل الدين إلا الحب بهذه الرواية، أو أنهم يستشهدون بالرواية المشهورة عن الإمام الحسن حينما أتى إليه الشامي وقال له ما مضمون
لو سألتنا أعطيناك، ولو أسترشدتنا أرشدناك، ولو كنت جائعا أشبعناك، وغيرها من ذلك. يقولون انظروا كيف أن الإمام الحسن عليه السلام وغيره من الأمة صلوات الله عليهم تعاملوا بكل لطف ولين لهؤلاء الذين جاءوا وسبوا الأئمة عليهم السلام، كما جاء هذا النصراني ولعن الإمام الحسن عليه السلام. أو تراهم يقول يستشهدون برواية أكره لكم أن تكونوا سبابين، الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، ويقولون انظروا كيف أن الإمام أمير المؤمنين نهى أصحابه بقوله أكره لكم أن تكونوا سبابين. فلماذا أنتم تنشرون هذا الفكر، أي سب السب واللان، وتنشرون هذه الكراهية وغيرها من مسمياتهم يستخدمونها؟ نقول لهم نحن نتفق معكم فيما ذكرتموه، سواء من آيات أو عفوا من روايات أو حتى من آيات تذكرونها وتستشهدون بها، ولكن هل هذه هي نظرة شمولية إلى سيرة أهل البيت عليهم السلام، إلى القرآن الحكيم، أم أنها نظرة اجتزائية؟ نحن لو أحسننا الظن بكم نقول أنكم لم تكونوا مطلعين جيدا لسيرة أهل البيت عليهم السلام، وإلا فالكلام هنالك كلام آخر حول هذا الأمر. نحن سوف نحسن الظن ونقول أنكم قد اشتبهتم، وقد أو البعض الآخر اجتزأ بعض الروايات أو أخذ ما يحلو له من ذلك. حتى هذه الرواية التي يستشهدون بها دائما وهل الدين إلا الحب، هي رواية مكونة من مفردتين، وهل الدين إلا الحب والبغض. إذن هنالك حب وبغض، لا يمكن لي أن أنظر فقط إلى الرواية على أنها تكرس أو تريد أن تنشر الحب دون البغض، وهذا أمر بدهي جدا، لأن الإنسان مكون من هذه الصفتين، صفة الحب وصفة البغض. لا يمكن للإنسان أن يحب الله ويحب إبليس، لا يمكن لهذا الإنسان أن يحب الله ويحب أعداء الله كما هو واضح. هذا من جهة أولى. من جهة أخرى نقول لهم أن حينما نظرنا إلى سيرة الأئمة عليهم السلام وجدنا في سيرتهم حدة وصلاطة في اللسان وسب ولعن إلى آخرين كمعاوية وعمر وعثمان وأبو بكر، ولكن للأسف أنكم لم تطلعوا على هذه الروايات بنحو أو آخر. وأيضا الإمام الحسن الذي كنتم تستشهدون به أو تستشهدون بقصته مع ذلك الشامي، وجدنا هنالك رواية مطولة، وجدنا هنالك مواقف فيه حدة وفيه صلاطة اللسان، حينما في الرواية المعروفة الموجودة في الاحتجاج، الرواية الطويلة جدا، حينما تواجد في مجلس معاوية لعنه الله، وكان هنالك متواجدين أقطاب الكفر والطغيان كعمر بن العاص وعتبة والوليد وغيرهم. ومما ذكره في الإمام الحسن حين ما ذكره في ذلك المجلس، حينما رد على عمر بن العاص وقال له: وأما أنت يا عمر بن العاص الشانئ اللعين الأبتر، فإنما أنت كلب، أول أمرك أن أمك بغية، وأنك ولدت على فراش مشترك، إلى آخر الرواية. وأيضا حينما نظرنا إلى سيرة أمير المؤمنين عليه السلام وجدنا أنه سب ولعن رموز الآخرين الذين يسمونهم رموز، كأبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية، ولعنهم وقنت عليهم في صلاته. وأما قوله أكره لكم أن تكونوا سبابين، لو اتجهنا إلى المسلك الذي يحبه البعض أن هذه رواية ضعيفة وأن هذه رواية لم تصح، فإن هذه الرواية أكره لكم أن تكونوا سبابين فإن طرقها من طرق المخالفين وليست من طرقنا، ولكن نحن نأخذ بها لأن هذا هو منهجنا، منهج التوفيق لا منهج يعني التفريق. ولعل البعض يقول إذا كان الأئمة عليهم السلام يتعاملون في من جهة برفق ولين، ويتعاملون من جهة أخرى
بكل حدية، أليس هذا تناقض؟ نقول لهم ليس تناقضا، ولكن عليك أن تعرف كيف تضع الموعظة الحسنة في مكانها الصحيح. فحينما حينما تعامل الإمام الحسن، أو حينما ذكر الأمير المؤمنين عليه السلام تلك المقولة أكره لكم أن تكونوا سبابين، تكون هذا الأمر مع الذي نراه مخدوعا أو مضللا أو جاهلا، أو نحتمل فيه أن يهتدي إلى الحق. هذا الذي يخاطب بأدب ولا يستفز باللعن أو السب أو ما أشبه ذلك. أما هؤلاء رموز الكفر والطغيان فعلينا بسبهم ولعنهم وتحقيرهم بأكثر ما نستطيع، كما قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم أهل الغيب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم، إلى آخر الرواية الشريفة. ننتقل إلى الأخوة الزملاء في فدك بلس. فدك بلس فقرة مع متشيع. اليوم راح يكون معنا أخ تواصل معي على الواتساب ولأول مرة يتواصل معي قبل فترة، ومن إيطاليا الأخ هشام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أخي هشام، حياكم الله. حياك الله أخي، كيف حالك؟ أنا قلت لك ما بتكلمش عربي، بتكلم مغربي، لكن عربي ما بتكلموش. نبي نقوله ما تتكلم، ولكن نحن نفهمك، تستطيع أن تتكلم وتقول للأخوة حتى إذا في المغربية الدارجة لا بأس. كيف تشيعتم وما هي بدايتكم ورحلتكم في البحث عن التشيع؟ إن شاء الله أخي عبد الله. أولا أنا كان عندي صديق مغربي اسمه علي، كان تشيع 4 سنين، وكنت أروح عنده المنزل كأي مغربي نقوله زعمود بلادي في إيطاليا، وكنت أسمعه. واحد مرة سمعته كان بيسك لحد العربة دياله كان يصوب فيها، وما بغاش تصوب وطلع لي الدم ونعل عمر، قال اللهم نعل عمر وعثمان ونعل قاع ديك الصحابة الفاسدين نقوله. وانا تخلي سد كيف تشكين على الصحابة ديالنا وهذه، ومن بعد نمشي نشرب قهوة ونسولو كيف تشكين على الصحابة وسميتو هي فاش بديت كنعرف بحال هكا، وبديت كنقلب في اليوتيوب ونشوف وعبش عرفت بزاف ان بيشرح لي على حسب عائشة انها كنت تيء الرسول، وبديت كنقلب بزاف وكنبحث وما كنتش عارف حديث الغدير، ما كنتش عارف حديث اللي وصلنا عليها الرسول صلى الله عليه واله وسلم، ديال كنا نسمع احنا غير انهم موصلين على القران والسنه، هي كان خطا، هو الرسول صلى الله عليه واله وسلم كان موصلين زعما على نقولوا على القران وعلى العطر ديالو. وبالذات الحوايج اللي عرفتهم على اليوتيوب، كنتفرج في فادات اليوتيوب، كنتفرج في المغربي، كاين واحد متشيع مغربي جزاه الله خيرا تا هو كنتفرج فيه، ووصلت له الحقيقه اللي صدمتني بزاف وبزاف بزاف. الحمد لله اقتنعت وليت كنحس بالطمأنينة ملي كنذكر اهل البيت والرسول، كنحس بالطمأنينة وقلبي يرتاح لهم. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. أخي تحب أنت تعلن تشيعكم على الهواء مباشرة؟ نعم 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 أخي عبد الله. نعم. أنا الآن في العمل، وقلت لأصدقائي في العمل عندي مكالمة مهمة. ما شاء الله. وجيت باش إن شاء الله نعلن التشيع ديالي إن شاء الله. نعم. الأخ علي تحب تلقنا الشهادة، ردد بعد الأخ علي شهادات الإسلام، تفضل أخي. حياكم الله أخي العزيز، وهنيئا لك ركوبك سفينة النجاة على بركة الله تعالى. قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه لا شبيه له ولا نظير، وأنه لا شبيه له ولا نظير، جل جلاله جل جلاله. أشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد. أشهد أن محمد رسول الله، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ومبرأ من كل عيب وشين، ومبرأ من كل عيب وشين، صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله، أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله، أشهد أن أمير المؤمنين علي وفاطمة الزهراء وأبناءهما المعصومين حجج الله، أشهد أن عليا وفاطمة الزهراء وأبناءهم المعصومين حجج الله، أبرأ إلى الله، أبرأ إلى الله من أبي بكر وعمر وعثمان، من أبي بكر وعمر وعثمان، وعائشة وحفصة، وعائشة وحفصة، وسائر أعداء أهل بيت رسول الله، وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. أشهد أن أبا بكر وعمر، نعم، أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة، وعثمان وعائشة وحفصة في النار، في النار. صلوا على محمد وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آل محمد. هنيئا لكم، هنيئا لك يا أخي، هنيئا لكم، ثبتك الله، بارك الله فيكم، الله يثبتكم إن شاء الله على القول الثابت. الحمد لله، اللهم صل على محمد وآل محمد. والله الحمد لله، نشكركم بزاف، الحمد لله، مباركين ان شاء الله. وان شاء الله اخي نجتمع مع بعض ان شاء الله في مكه ان شاء الله، محررين رافعين رايه الاسلام. الله امين، ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله. ونتمنى من الله ان والديه تمي عفو اهل محمد. الله امين، الله امين، الله يهديهم وينور قلبهم ان شاء الله ويفتح سريرتهم ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب، امين. شكرا جزيلا حبيبي، مشكور، الله يوفقك ان شاء الله، الله يوفقك. ماجورين اخوي، حياك الله، في امان الله. الحمد لله، هنيئا لكم اخي علي، وهنيئا للاخوه اهل فدك والاخوه الحضور في فدك بلاس والمشاهدين والداعمين والمتبرعين في ما شاء الله في اقل من يمكن 10 ايام لهذه انطلاقه هذا البرنامج، وما شاء الله اثنين نفسين أنقذهم الله من النار وأعلنوا تشيعهم وولايتهم لأهل البيت سلام الله عليهم والبراءة من أعدائهم. ننتقل إلى الفقرة التالية، فقرة منصات مع الأخ محمد اللواتي. فدك بلس. بعد أن أعلن مكتب سماحة الشيخ الحبيب وبعد الاطلاع على بعض المستجدات وبمراجعة الشيخ، حيث تقرر سحب اعتراف بالشيخ بشير النجفي كأحد المراجع العدول، كتب أحد المؤمنين في نفس الصفحة في تويتر، أي في حساب المكتب الشيخ الرسمية بتويتر، التساؤل التالي المصور. هذه التغريدة صورتها لكم من التويتر كما ترون أنتم معي، شاهدوها معي. يقول المتسائل، وهو باسم صاحب التواهي، يقول: بما أنه تم سحب اعتراف الشيخ بشير النجفي كأحد المراجع العدول، إذا ماذا عن السيد صادق الشيرازي لما ذهب إلى عزاء الشيخ بهجت وهو أحد العرفاء المتصوفة؟ كيف نجيب على هذا التساؤل؟ عزيز المخرج، أعرض الفيديو. أما بهجت فأولا لم يكن ذا سلطة حتى تظهر جرائمه بما يقطع العذر، وانحرافاته ليست بظاهرة وإن كان معدودا ضمن سلك العرفاء ومشهورا عنه ذلك، لكن ما بين أيدينا من مصنفاته من آثاره
يحتاج أمر اكتشاف انحرافه إلى مزيد مؤونة. لازم واحد شوية ينتبه أكثر، شوية يغوص في الكلام أكثر، يسأل أكثر، يحقق أكثر. فلذا يمكن إعذار من يؤبنه لاحتمال عدم ظهور انحرافه، لاحتمال عدم ظهور انحراف المؤبن، احتمال عدم ظهور بدعة المؤبن. هذا ما دام له وجه، فتكليفنا أن نعذر المؤبن. فكيف إذا كان المؤبن مرجع تقليد عادل؟ ونحن نفهم وقد أفهمنا أن دائرة مسؤولية المرجع أوسع من دائرة مسؤولية غيره، فما قد يجوز للمرجع قد لا يجوز لنا نحن بالضرورة، وأحيانا العكس، قد يجوز أو تجوز لنا نحن أشياء لكن المرجع لا تجوز له. المرجع مسؤول في رقبته أمة، لذلك قد يضطر أحيانا إلى أن يداري من أجل حفظ مصالح الدين والأمة، يداري حتى لو بعض المنحرفين تقديما للأهم على المهم، شريطة أن لا تكون المفسدة في هذا تغلب على المصلحة. يصيب في هذا التشخيص ويخطئ، هذا موضوع آخر لأنه ليس بمعصوم بالنتيجة، لكن أنا أقوم أتصرف من كيفي وأقول أنا أيضا أشخص مصلحة الأمة، فأداري مثلا بعض المنحرفين، لا هذا ليس لي، أنا ليس في رقبتي الأمة، أنا لست مسؤولا عن الأمة، هذا خارج نطاق صلاحياتي ومسؤولياتي، فأنا أبقى على العنوان الأولي، على الحكم الأولي، حرمة تعظيم المبتدع، خلص أنا مو مطلوب مني ولا هي وظيفتي أن أنا أداري هؤلاء مثلا. يعني بعبارة أخرى على سبيل المثال، أحيانا الأمور تصير معكوسة، يعني أحيانا الشيء الذي يجوز لنا نحن قد لا يجوز للمرجع، كأن يفتي تقية مثلا لتخليص نفسه من الهلاك مثلا أو من الضرر الشديد. هذا أمر إذا رجعتم إلى بعض الفقهاء نصوا على أنه لا يجوز، ومنهم السيد البجنوردي مثلا في القواعد الفقهية يقول لا يجوز للمفتي للفقيه لمرجع التقليد أن يفتي تقية. طيب ليش؟ ما كان الأئمة عليهم السلام يفتون تقية؟ نعم كانوا أحيانا يفتون تقية. صلاحيات الأئمة تختلف عن صلاحيات مرجع التقليد، تختلف عن صلاحيات الرجل العامي العادي أو حتى رجل دين يعني، ولكنه ليس في موقع الإفتاء وفي موقع إدارة الأمة. فإن نقيس هذا بذاك هذا غلط، هذا مو صحيح. لذلك وظيفتنا دائما ما دمنا وجدنا عذرا أو نحتمل عذرا لمن أبنا أو شارك في بعض هذه الفعاليات أن نعذره، نكتفي بتخطئته، نقول هذا خطأ، نخطئ، ما نسقط عدالة ولا نقول إنه سعى في هدم الإسلام. أما إذا لم نجد عذرا فتكليفنا، لأنه ليس في دين الله هوادة، أن نقول هذا سعي في هدم الإسلام تسقط به العدالة. لابد أن نكون متوازنين. إذن اتضح لدينا رأي سماحة الشيخ الحبيب، ولكن في نفس الوقت نتمنى منكم مراجعة الرابط التالي. الرابط التالي هنا موجود معي في الايباد مصور. يا حبذا لو تكتبون في محرك بحث جوجل ضوابط ومعايير الإعفاء من الإدانة في محرك بحث جوجل، ثم تكتبون موقع القطرة لتظهر لكم هذه الصفحة كما ترون. هذه الصفحة مخصصة لبيان
ضوابط ومعايير الإعفاء من الإدانة بالسعي في هدم الإسلام والاكتفاء بالتخطئة، حيث بين فيها سماحة الشيخ الفرق بين ظاهر انحرافي وغيره، وبين المحكوم عليه وغيره، وبين من تصاعد الجدل حوله وغيره، وبين راسخ الانحراف وغيره، وبين المتمحض في الانحراف وغيره، وبين ذي الصفة الدينية وغيره، وبين البليد وغيره، وبين المرجع العادل وغيره، وبين الزائر والمزور، وبين المبادر والمبادر إليه، وبين المعظم للمنحرف والمعظم لمن عظمه. وشكرا لحسن استماعكم، وعودة للزملاء في فتك بلس. فدك بلس. بالنسبة لقضية اليوم، احنا مثل ما طلعنا الأخ علي الإبراهيمي في فقرة المرصد أن هناك احتفالات فاسقة والعياذ بالله بمناسبة رأس السنة الميلادية، ويتخللها القناة والرقص، وهؤلاء كما يفعلون في العراق يفعلون محرم. ولكن الدين البكري دائما يحاول على حسب مزاج الحاكم أو السلطان أو المجتمع أو الضغط الاجتماعي على المفتين وشيوخ الضلال، يبحثون عن مخرج من هنا وهناك. فاليوم موضوع القناء والرقص هو محرم في الإسلام، ولكن للأسف يا أخوان احنا عندنا الداهية عائشة اللي كل السوالف اللي فيها السوالف النصكم زين اللي فيها على قولتهم هشك بشك، هي عائشة هي اللي تخرج هذه الأحاديث وتطلعها للعلن، إرضاع الكبير، دخول الأجنبي عليها، تعليم غسل الجنابة، القناء، الرقص، كله عند عائشة. خلينا نشوف أول مقطع من عيوشة شو تقول. حريصة على اللهو والمرح. مرة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم فطر أو أضحى وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بغناء بعاث، قالت وليستا بمغنيتين، فاضطجع على الفراش حول وجهه، ودخل أبو بكر تقول انتهرني أبو بكر وقال مزمارة الشيطان عند رسول الله، تقول فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعهما يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، تقول فلما غفل غمزتهما فخرجتا. يعني عيوشة تحب الرقص والوناسة والطرب، ورسول الله والعياذ بالله مريح ومتونس وقايل يقول لأبو بكر خلهم يا أبو بكر خل نتونس، وأبو بكر كان أكثر غيرة من رسول الله، مزمارة الشيطان عندنا ونهر الجاريات ورسول الله شي يسوي بعد أبو بكر هذا عبد الله. يعني أبو بكر يقول مزمارة الشيطان وكأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ساكت عن هذا الشيء. نعم. في عندنا بعد محمد جواد، حط لنا الأرقام وطلع لنا القرضاوي شي يقول. إحنا عندنا التحطيب، اللعب بالإيه، بالعصا في الـ في الـ الأعراس والأفراح والحاجات دي، في الصعيد يمكن، في الصعيد حتى في قريتنا في قريتنا كان الناس يعني متدربين على اللعب بالعصا يعني، ونحطب ولو جينا بيحطبوا. أيوة. فده ده نوع من الرقص الجائز. الحبشة رقصوا بحرابهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجده في يوم عيد من الأعياد. وسيدنا عمر يعني نهرهم وأخذ الحصباء ورماهم، فقال له يا عمر دعهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهم يا عمر إنهم بنوا أرفدة، وإن هذا عيد، يعني العيد يدوس فيه، هذا عيدهم هذا عيدنا. يعني كما قال يعني الجاريتين التي غنتا في بيت عائشة رضي الله عنها، وقدعهما فإنها أيام عيد. فنهر أبو بكر وقال له ما اترك الجاريتين تغنيان في يوم العيد، وقال عمر اترك الأهل الحبشة، والنبي كان يشجعهم يقول دونكم يا بني أرفدة. وبعدين سمح للسيدة عائشة إنها تأتي من وراء كتفه وتنظر إليهم وهم يلعبون ويرقصون، حتى شبعت هي وقالت خلاص حسبي يا رسول الله اكتفيت. يعني فلا مانع يعني من الرقص الشرعي.
الرسول متونس وعائشة متونسة وعمر مو متونس، هي مصعدها الرسول على كتفه وقاعد تطالع متونسة وقالت له بس أنا شبعت من هذه وصلة الرقص. ولكن ليش؟ لأن القرضاوي يقول ساعة لربك وساعة لقلبك. خلنا نسمع القرضاوي. الفرح فرح، خلي الناس تفرح، قالوا هذا يوم عيد، هذا عيدنا، هذا العرس، هل كان معهم له؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن الأنصار يعجبهم الله، يعني هو بيراعي طبائع الناس وعادات الناس، لازم تراعوا طبيعتهم. الناس بتوع الحبشة بيحبوا الرأس بالحراب، راعوا أحوال الناس. وقال حتى في قضية الغناء الجاريتين حتى يعلم يهود أن في ديننا فسحة وإني بعث بحنيفية سمحة. الترفيه ليس محظورا ساعة وساعة، إنما السلام قال لحنظلة ساعة وساعة يا حنظلة، لما يقولوا أنا نفقت لأني بكون عندك في حال ومع أولادي ومراتي في حال آخر. فقال له يا حنظلة لو أنكم بقيتم على الحال التي تكونون فيها عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، كما نقول نحن ساعة لقلبك وساعة لإيه؟ ساعة لربك، ساعة لقلبك وساعة لربك. ولكن هذا الحديث مال عايشة ومتونسة والناس ترقص والمطربات يقنن زين، موجود طبعا، قسموه أقسام وطلعوا منه فتاوي واعطفوا عليه أمور أكثر شدة. خلينا نشوف هذا بعد شي يقول. السؤال الثاني عنا، هل يجوز للمرأة الرقص في الأعراس مع النساء؟ وإيش رأيك يعني ما ترقص؟ أرقصي حتى تشبعي، حتى تتعبي وتجلسي. عرفت اختي؟ اذا انت ما ترقصي في يوم الزفاف والعرس، انت ما خلقتي لتكوني حبيسه، وما خلقت لنضع عليك القيود، هذا يوم عرس. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الانصار يحبون اللهو، فاذهبي اختي وعادي الرقص في يوم عرس في العرس مع امام النساء، حتى لزوجك ارقصي وش عليه؟ عيشي حياتك طول لي بعمرك. لانه في بعض الناس لما تشوف الناس ترقص يقولوا لهم الشياطين ترقص معكم وغير ذلك. خلي الشياطين ترقص مو مشكله، يمكن الله يهديهم. نعم. ان شاء الله. شكرا. حياكي. خلها ترقص، الحريم ترقص للحريم والشياطين ترقص معاهم وتصير دبكه وطربقه. احنا اخواني اذا في مثلا روايه مرفوضه، روايه يعني تخالف الشرع واضحه، روايه فيها شغلات زين، احنا بديننا دائما نبعد عنها. ولكن إن إذا واحد يسألني سؤال أحاول أبررها أجيبها مني يسار، فقط حتى أعطي تبريرات حق الناس إنها تفعل الشيء اللي تطلبه زين. هذا اللي شجع مشايخ البكرية، شجعهم على أشياء كثيرة وفي محرمات كل واحد قاعد يحللها بحجة شرعية وبرواية مني ورواية منك. طبعا الروايات كلها أو أكثرها عن عائشة، فاستخدموا هذه الروايات وهذه القصص وهذه الحكاية للتقرير وتثبيت وبناء قاعدة عليها إن هذه الأفعال أقرها والعياذ بالله رسول الله صلى الله عليه وآله، وبذلك يقرها الشرع وتكون مباحة أو تكون حلال زين. فهني المفروض دور المفتي أو دور العالم أو دور الفقيه إنه يشوف هذا، طبعا بغض النظر عن الروايات كلها على دينهم، على عائشة شنو قالت وشنو عمر قال وأبو بكر قال، ولكن على عوارها وعلى هذه لازم يقارنها مع اللي موجود في المجتمع. يعني خل أقول لك، يعني إحنا عندنا إجماع علمانا أن الرقص مرأة المرأة حرام في الأعراس، يسوي فتنة يسوي شغلات زين. هذا في المفروض يعطفون هذه الأمور اللي موجودة في المجتمع
على الحكم اللي قاعد يجوزون هذا يقول ارقصي روحي يطالع، انت طالع اقوال العلماء، طالع اقواله، طبعا ما يرجعون اقواله للبيت سلام الله عليهم ولا يمرونها، ولكن يشوفون اقوال عائشة، ولكن حتى اجتماعيا وعرفيا هذا الشغلة منبوذة، يعني اذا مرة ترقص حق مرة هم وغيرها ترى من الشغلات اللي راح اذكرها. بس خلنا ناخذ هذا الاتصال. علي من الناصرية. علي السلام عليكم. علي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلي فرجه أداءهم. اللهم صل على أبي بكر وعمر إلى يوم القيامة. طبعا أخي إذا ترجع إلى روايات عائشة روايات أبي بكر رضي الله عنه الإسلام يختلف طبعا مو إسلام يختلف فإلا يعني يا مكتر الله وكذبوا على الله طبعا شنو اللي يعجبهم إذا شنو يعجبهم ويوافقهم يكون يعني إلهم كأنما نزلت الآية قرآنية يحللون القصص أو غيره للأسف يعني المشكلة ما كنت يعني تقرأ جانب أقولها لا لو أكو واحد يفكر ويفكر للحق يقف الصوت واضح عندك محمد جواد؟ عندي قطع صوت ممكن يتصل الأخ علي مرة ثانية لأن الصوت مو صار يقطع ومو واضح خاف الإخوان ما قاعد يسمعون مداخلته بصورة جيدة نعتذر من الأخ علي خليه يتصل مرة ثانية على ما يجهزون للاتصال التالي خلينا نشوف هذا المقطع أثار حديث الشيخ أحمد الغامدي المدير السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثارت ردود فعل كبيرة بعد تمسكه بفتاوى فتاويها وفتواها السابقة التي قال فيها بجواز الاختلاط وأن الصلاة في المساجد سنة وليست واجبة مضيفا إليها جواز الاستماع للموسيقى معتبرا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستمع للدف وأن الدف من المعازف. جوهري في هذه القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى الدف والدف من المعازف ولا يمكن أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم استحلال ذلك فهذا ملخصا فهي كذلك مسألة خلافية. ما رأيك في ما جاء من رأي الشيخ الغامدي فيما يتعلق بجواز سماع الموسيقى كما أسلفت والغناء؟ في جزئية قبل أن أعالج في مسألة الموسيقى أختي الكريمة دائما نحن إذا أردنا أن نبحث مباحث الخلاف ينبغي أن نقرر مسائل الإجماع مسائل الاختلاط العلاقة بالمرأة ونحو ذلك هذه من الأمور المحسومة ثمة أمر قطعي وأنت أرجو أن يتسع صدرك لسؤالي هل يوجد مذهب فقهي قديم أو حديث على في أي زمن من الأزمنة سني أو غير سني يجيز لفتاة أن تخرج في شاشة في شعرها وزينتها لا شك أنه لا يوجد شيء من هذا إذا كنا لا نقر بمسائل إجماعات فلا يليق بنا أن نبحث كثير من المسائل الخلافية أو خلافات مزعومة أما الجزئية الأخرى فيما يتعلق بالموسيقى والأغاني النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الدف هذا نص خاص لدينا نص عام عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري من حديث أبي مالك وأبي عامر الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى وهو الزنا والحرير والخمر والمعازف هذا حديث رواه البخاري ورواه أبو داود بإسناد متصل ورواه الإمام أحمد ولا يطعن أحد في صحته ويكون الصواب حليفه ولهذا نقول إن النص إذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام بإثبات مثل هذه القضية ينبغي أن نحسمها ونجعل النصوص الخاصة هي مستثنات بالأحوال التي جاءت على النبي عليه الصلاة والسلام راح نرجع إلى هذا المقطع مع أحمد القامدي مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن ناخذ الأخ سليم من الجزائر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اللهم صل على محمد وعلى محمد المداخلة الأولى التي أريد أن أتدخل فيها هي بما يخص فاروق العيسى أو عيسى الفاروق أو ما يشبه لا أدري اسمه يعني
تكلم البارحة أن هناك أن الأئمة عليهم حللوا النبيذ، ولكنه من شدة حمقه وغبائه ومثله كمثل الحمار يحمل أصفارا لم يفهم الأحاديث التي رويت عن الأئمة في الكافي. فالأئمة عليهم السلام عبد الله عليه السلام حرم شرب النبيذ لأنه يكون مسكرا، يعني هذا الأمر الأول. الأمر الثاني فقبل قليل سمعتكم تتكلمون عن معاوية بن يزيد لعنة الله عليه، لعنة الله عليهم. يعني هناك زيارة عاشوراء، زيارة عاشوراء بالنسبة لنا نحن الشيعة هي دراية وليست رواية، وإنما هي كما نقول حديث قدسي. وفي زيارة عاشوراء يذكر أن اللهم لعن بني أمية قاطبة يعني جميعا. في هذا من هنا لو وضعنا إسقاط على معاوية بن يزيد نجده أنه من بني أمية فتحقوا عليه اللعنة، والله أعلم يعني. لا بس في رواية كلام فيه الشيخ الحبيب وهو كلام نعم لأئمة نعم سلام الله عليهم. سمعت عند الشيخ الحبيب؟ نعم، في من بني أمية مثل سعد الخيرة نعم. للإمام سلام الله عليه وهو حزين يقول لماذا حزين؟ قال كيف لا أحزن وأنا نعم. من الشجرة الملعونة في القرآن. فقال له نعم. الإمام نعم. اللعنة لا تصيب مؤمن زين فيخرجون نعم. يعني نعم. اللعنة لا نعم. تصيب أنا مؤمن. قلت فقط رأيي يعني، أنا طرحت رأيي فقط يعني لا أدري أنا لا طبعا هذا إحنا ما لنا رأي أمام كلام يعني الأئمة سلام الله عليهم يعني ولا يكون رأي أمام الكلام، لست مطلعا على هذه القضية. أحسنت أخوي سليم بارك الله فيك، الله يحفظكم جزاك الله خير. السلام عليكم. مأجورين. وعليكم السلام. نعم هذا مدير الهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحمد القامدي. أنا اللي باط شبدي بالموضوع كله لما اتصلوا قناة العربية على واحد يعاكسه بالرأي، ما أنكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ضربه بالدف، حتى ما قال سمع ضربه بالدف، هو الرسول نفسه ضربه بالدف. أي والله. زين قال هذه حالة خاصة ما يصير نعطفها على زين. الحين أنت الحين نزه رسول الله صلى الله عليه وآله من هذا الموضوع زين. هذا الريال استند إلى رواية عندكم خايسة مثل ويوهكم إن والعياذ بالله رسول الله صلى الله عليه وآله يسوي هذه المنكرات، نفس ما استندوا النصارى على رواياتكم اللي موجودة في كتبكم عائشة ما عائشة زين، رسول الله يسوي هالموبقات والعياذ بالله يسوي هالأمور الجنسية، خذوها النصارى وسووا فيها فيلم جنسي على رسول الله صلى الله عليه وآله، نزه ساحة القداسة ساحة رسول الله صلى الله عليه وآله. خلنا أخذ هذا الاتصال من الجزائر ونرجع على نفس الموضوع، وعندنا بعد شغلات كثيرة نقولها اليوم إن شاء الله. من هو ياي؟ سعيد من الجزائر. سعيد السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا شيخ. الحمد لله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا حياكم الله شيخ. عندي سؤال من فضلك. تفضل شيخ. عندنا كتب أهل السنة يعني بخصوص النساء، عندنا مروي عن طريق عائشة رضي الله عنها. أنتم عندكم لا تترضى على عائشة في هذه القناة لو سمحت. إذا تبي لا تترضى، لو تبي تطرح سؤال وتطرح شبهة أو سؤال نحوله مو مشكلة على مكتب الشيخ الحبيب يجاوبه، ولكن هذه قانون القناة أن أي واحد من هؤلاء المنافقين لا يسمح بالترضي عنه. قول عائشة واسكت وأكمل. أنتم عندكم من هو واحد حتى نعلم؟ نعم احنا عاد حديث الكساء مروي عندنا عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام أنها قالت إلى آخر الحديث. فقط هذا الشيء أدوك. نعم فقط هذا الشيء كنت أدام أدوك أريسي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فعلا هو عند البكرية موجود حديث الكساء في كتبهم مروي عن عائشة. الشيخ عنده تفصيل هذا الخصوص ليش عائشة كانت تروي يعني عنده نعم. محاضرات ننصح موجود في جواب على موقع القطرة نعم. زين إذا ما في اليوم أسئلة للمكتب ممكن نخلي هذا هو سؤال المكتب عن رواية عائشة ليش عائشة عليه. تروي في مدح أهل البيت عليه السلام. لماذا عائشة والمعادين لأهل البيت يروون نعم. في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله. نحولها للمكتب إذا ما في أسئلة يعني ما تخصر لأن هذا مو سؤال مباشر مو أولوية. فإذا صار عندنا أسئلة فيها أولوية نحولها للمكتب. عرفان من تونس. عرفان السلام عليكم. عرفان السلام عليكم. تفضل عرفان.
عرفان عندي ذا تفضل. لا السؤال يقطع الصوت مو واضح عندك. واضح الصوت؟ لا لا واضح الصوت عندك محمد جواد. نعم ناخذ عيسى من ليبيا. عيسى نعم قل ما عندك على هذا على هذه الفيديوهات الفاضحة الخادشة للحياة عن مشايخك والقرضاوي على رأسهم. قل. جيد ممكن أتكلم مع علي الإبراهيمي لا. لأن في شوية يعني تفضل في هذا الموضوع بيني وبينه يعني في هذا الموضوع تفضل في بيني وبين في بيني وبينه نقاش يعني لو أمكن يعني بيني وبين في موضوع الحلقة في موضوع الحلقة تفضل اطرح ما عندك. اي ليس في موضوع الحلقة يعني في مو موضوع الحلقة لا تهرج تفضل لحظة شيء موضوع الحلقة اذا عندك موضوع عطنا يوم من الايام موضوع تحب تتكلم فيه نخصص لك اذا تبي مكالمة او وقت كافي ونتكلم على اي موضوع تحب اي موضوع قول لي انت الحين على البث المباشر ما عنوان الموضوع ناتي يوم من الايام نحضر لك الموضوع ونتناقش فيه وحلو ما تكلم. مشكلة خلاص خلينا نتكلم في موضوع الحلقة بما أن موضوع الحلقة مسألة الدف والغناء جيد المسألة كالآتي وبدون مقاطعات حتى نتكلم في صلب الموضوع كويس. أنا دائما أقول أن الشيعة لا يعرفون ما في كتبهم ينكرون أشياء هي في أصل كتبهم. أنت الحين بسألك سؤال أنت لم يعني لم تبطل هذه الحركات لماذا يعني لا تتعلم تروح تدرس تتفقه عند علمائك على الموضوع حتى تقدر تناقش يعني الناس عرفوا اسلوبك تتصل كل ما نطرح اشكال ما عندك اجابة على الاشكال فقط تجي تقول هذا عند الشيعة يعني خلاص حفظنا الاسلوب اللي قاعد تقوله نرجع نقول لك مرة ثانية عندك رد على اللي موجود زين اضحك الضحكة العيوشية وواضح حتى صوتك صوت عيوشي مو مشكلة اضحك على راحتك ولكن إذا تريد أن تتكلم بموضوع الحلقة نستقبلك وتتكلم أما إذا تريد أن تلعب بذيلك لا نسمح لك تريد أن تخصص وقت للمناقشة على مواضيع تتصل علينا خارج البث وتقول نريد نناقشكم على 1 2 3 احنا نروح الراجع ونشوف المصادر انت الحين لما تجيني الحين انا متصل علي واحد يقول لي ذاك اليوم انت متصل تقول في كتاب العياشي كذا وكذا وكذا زين انا الحين لما ابي اناظرك او لا ابي اجاوبك لازم اكون مراجع كتاب العياشي تجيني اليوم الثاني تقول لي كتاب الكافي كذا وكذا وكذا لازم اليوم الثاني انا اروح اراجع كتاب الكافي حتى اقدر اجاوبك إذا أنت تروح تفتح الكتب وتدور وتعطيني أنا الحين طرحت مسألة وأنت عندك الوقت إحنا نفتح مجال الاتصال ساعة تقدر تروح تراجع نفسك عندك مجال للمراجعة وتتصل وتقول ما جواب أئمتك على اللي طرحناه طيب طيب سمعناك سمعناك خلاص 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 سمعتك أنا سمعتك أنت إذا كان مش قابل النقاش ليش تطلع على هذا النقاش اللي محضر زين أنا محضر أنا محضر اجلس محضر بيتك إذا كنت ماش قابل النقاش اجلس في بيتك لحظة محضر محضر زين أنت اللي تجلس في بيتك محضر نقاش على موضوع معين أنت تروح تتناقشنا على موضوع طيب معين آخر طيب زين إذا أنا أقول لك هذا الكلام أنت تروح تقول لي هذا الكلام طبعا أنا الحين لو تقول لي على فروع الدين كلها وهذه أكيد ما راح أقدر أجيبك على كل شيء سمعنا كلام مو شرط تتكلم نصف ساعة يعني خلاص سمعنا كلامك تجيب على موضوع الحلقة فاهم ولا إذا لم تجيب على موضوع الحلقة حتى لا أكلمك نختصر الموضوع ونقطع عليك الاتصال أنت فقط تأدب فقط تأدب أمام الناس لا أنا مؤدب واضحين فقط. الناس مواضحين الناس أنت الذي تأتي بقلة أدب ولا تسلم زين ولا تذكر يعني تتكلم لنا بقلة احترام زين ومعروف أنت قليل أدب معروف يعني كل اتصالاتك فيها قلة أدب ولكن نحن نتسلى باتصالك يعني أنت الحين مخذينك أنت فاصل على القناة حتى نتونس فيك فقط لا أكثر ولا أقل
أما بخصوص السلام فأنا لا أسلم على كفار. هذه أول نقطة. ثاني نقطة موضوع الحلقة. نعم الحين أنت لا تتصل عادي ماشي مشكلة. أنت الحين تعتبرنا كفار، إحنا نعتبركم كفار بالمضمون، يعني يوم القيامة تجي كافر يوم القيامة، ولكن إحنا نعاملك معاملة المسلم زين، يعني نسلم عليك ونستحل. لحظة أنت تعاملني معاملة مسلم وتكفر في الصحابة. اسكت يا رجل. أنت الحين شنو الصحابة كفار؟ لا تخليه يطفر، يريد يطفر. هو شنو اللي يهرب؟ راجع على الموضوع. هذا حافظ أنت بكت، حافظ لك كلمتين تبي تقولهم كل مرة. لا تهرب ودعوني أتكلم. هذا البكج اللي حافظه. لا تهربون، والله عيب عليكم يا سباب، عيب عليكم. أنا أريد أن أتكلم يا جماعة، والله زين. وهل أنتم تتهربون؟ لا تصارخ، لا تعلي صوتك، هذا علامات الخوف. يشمر كلامك، يشمر ويشرد، يشمر ويشرد. سمعناك. حافظين الباكج مالك كل مرة تعيده. جاوب على موضوع. عيده حبيبي، ولد عايشة عيده، مو مشكلة. جاوب على موضوع الحلقة تفضل. يلا خلي الناس نشوف شنو عندك. جاوب. يلا فاصل مع عيسى ونكمل، تفضل. طيب جاوب ولما اجاوب يقطع. يلا على موضوع الحلقه، جاوب على السؤال. شنو هذه انت تفهم؟ هذه مش نقاش، هذا تهريج. تفهم؟ تهريج. تفهم عربي؟ كم مره عيد لك تجاوب على السؤال؟ تريد نجاوب على السؤال ام لا؟ انا اريد ان اجاوب لك. انت اسكت، انت اغلق فمك قليلا فقط. نعم، تجيب على السؤال. اذا لم تجب على السؤال لن اقاطعك ولا شيء، فقط اغلق السماعه. أجب على السؤال مباشرة، تفضل. الجواب، أما مسألة الضرب بالدف فأهل البيت، نأخذ كلام أهل البيت. نفس الكلام، أطلقوا عليه السماعة، نفس الكلام. تهريج، ما عنده أي جواب ولا يفهم أي شيء أصلا، ولا يفهم أي شيء بكل شيء. هذول شنو موضوعهم؟ حافظ لك كلمتين. طبعا حين لما نطرح قضية يروح يشوف شنو كلام مني من هناك، يشوفون شنو رد اللي هذول القصاصين ماله اللي يتبعهم مثل الهمج الرعاع. ما عنده جواب، فقط يبي يقولهم، يرمي ملاته ويذلف ويروح، ولا عنده جواب. وإذا ناقشت على الموضوع اللي يقول لك الحين حاول شنو، يخليك أنت تروح تبحث. وهذا كل مرة نفس الكلام. عبد الله، والله العظيم هذا الإنسان صراحة طرطور مهرج. يعني شنو كان موضوع الحلقة؟ موضوع دائما يطفر من نقطة نقطة. موضوع الحلقة هو هذه الروايات الموجودة بكتبكم تستخدمونها في تطبيق المنهجية هاي العائشية على الناس، وتحللون الدف والرقص والغناء، ومثل ما شفتوا هاي المشايخ الضلال اللي جاي يتكلمون. تنازل جدلا انه موجودة روايات بهذا الخصوص. مو كل الروايات اذا كانت موجودة، طبعا ما طرحتي، اذا كانت موجودة مو كل الروايات اللي موجودة جاي احنا نفتي من ضوءها ونفتي من خلالها. فاهم القضية ولا لا؟ شنو ما انتهت عليه مذهب الإمامية؟ شنو انتهى؟ الغناء حرام، هذا ما انتهى عليه مذهب الإمامية. روايات آحاد أو منا ومنا، مو كل رواية هي ناخذ فيها ونطبقها حكم. النقاش بس ركز، صير رجل يوم من الأيام وجاوب على أصل النقاش. يا عيسى الفاروق، النقاش على تحليل علماءكم للغناء، هذا النقاش. عندك رد على علماءكم؟ جاوبني. ما عندك رد على علماءكم وتحليلهم للغناء؟ لا تظل تفر من النقطة. النقطة مثل ما كل يوم سويت لك مسخرة ومضحكة. إيه طرطور، بس يجي يحاول يلقي شغلات ولا عنده جواب. وإذا حصرته بمكان يتخلى عن علمائه وعن أقوالهم وعن مذهبه، يتخلى عن كل شيء. أخ عبد الله، بس من رخصتك، يعني هذه يعني بين قوسين خلي يجيبها عارضة، لأن هو دائما يجيب يريد يستدلك بروايات مثلا عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام: بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة، ولا تجاب فيه الدعوة، ولا يدخله الملك. لنفرض أن هناك روايات متعارضة، إحنا شنو انتهى عليه مذهب الإمامية؟ اليوم شنو علمانا يقولون؟ يقولون الغناء والرقص وهاي حرام، هذا اللي انتهينا عنده، أجمعنا عليه. نقاشنا على قول هؤلاء مشايخ الضلال، عندك رد عليهم؟ مثل ما كل حلقة تجي هنا وتتبرى منهم، خلناك مسخرة، لأن كل يوم تتبرى من علمائك، كل يوم تتبرى. قبل هالعلماء اللي يطلعون على الحكام، قبل كم حلقة ما أعرف هذا الددو، اليوم يمكن هم تتبرى من هذول اللي يحللون الغناء. نعم، بس على إذنك وطلع لك مذهب. على إذنك ناخذ أبو حمزة من سوهاج. أبو حمزة، السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذ عبد الله وضيفك الكريم، أهلا وسهلا، حياك الله. مو ضيفي، حياكم الله، زميلنا. يا أستاذ عبد الله، سمعني. نعم أسمعك، تفضل أخي.
أنا طبعا كنت بثي مضلل والحمد لله دخلت في سفينة النجاة. الحمد لله اللهم صل على محمد. أقول للبثيين إن الإسلام وأقول للطفل ده إن سؤال بيت رسول الله. أنا ليه سبتهم دخلت سفينة النجاة؟ لأن 50 سنة ندرس منافقين كذابين أقوال أبو بكر عمر وكذب في كذب مناقب كذب في كذب كذابين مضللين. أنا كنت امبارح في مشهد الإمام الحسين في القاهرة وكان جايبين الشيخ ياسين ومش عارفين والدف والناس بتتربع على المنافقين بتوعهم وبيطلقوا أموال من السعود من 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 الوحديين بما فيهم اللي عاملين طرق صوفية دول بياخذوا أموال ويتربوا على أهم حاجة يتربوا على مين؟ على أبو بكر وعمر وعائشة. وأنا كنت عاشرتهم وكنت معهم منافقين برضه شيوخ الطرق الصوفية مش بيتربوا بالملايين من الوحديين عشان يدعموا الأغاني قدام مشهد الإمام الحسين في القاهرة كانت 1,000,000 محبة بس هم بيجيبوا مش عارف الشيخ مين والشيخ مين والدف وكل كلامية ويتربوا على المنافقين. فأنا ليه أولا الإسلام هو الإسلام الصحيح أقول للبكريين دول أنا من القبائل العربية العريقة في الصعيد وفي الجزيرة العربية ولاد في الدنيا كلها. الإسلام إيه هم اللي عملوا للإسلام؟ إيه الإلهام والتخلف والخيانات وحب الكراسي. شوفوا أبو رقيبة اسمه إيه ده بتاع الجزائر 80 سنة ومخالف وقاعد على الكرسي يا سيد عبد الله. شوف أنت مش عارف مين صدام عن الله وكلهم منافقين كذا. اي اسلام عبول الاسلام عائشه يعني جميع الافلام عملوها النصارى علينا بالبخاري ومسلم والصحابه بتوعهم الايه الصحابه بتوعهم منافقين عمر وبكر وعثمان والكذابين دول. الخطيب في الازهر في الحصيله والبارح جاب مناقب اهل بيته في الاخر يقول ايه احنا عمونا عائشه الله يلعن ابوك على امك عائشه عشان يتلقى اموال من السعوديه كانت على جاءت القران الكريم. انا كنت حاضره والبارح ليه عشان يتلقى الاموال. الشيخ الطيب راح اداهم الطاعه تلقى الاموال بالملايين عشان يتردوا على المنافقين والحمد لله كانت امبارح والنهارده ملايين جدا مشهد الحسين حبا فيه بس بضلل الناس لكن الناس بتخش في دين الاسلام الصحيح على بيت رسول الله. اقول الباكين بيسمعوني والله انقطع الصوت. السلام علي من البصره. السلام عليكم ورحمه الله. وعليك السلام السلام ورحمه الله. اخي عبد الله الله يرحم والديك هذا عيسى الفاروق هذا ناصبي وعنده قناه على اليوتيوب هسه هذا الاتصال راح يسجله وبثه على اليوتيوب ويكتب انا دعست عبد الله الخلاف وما ادري شلون وعنده ناس غنمي خله هو اقول لك مناظرات تصير مع اعلم علماء الشيعة زين وينتصرون فيها على جهلاهم ليش لا خلوا على هني قناة فدك سماحة الشيخ الحبيب ساعات يمسح فيهم الأرض ويصعدونها بعناوين مختلفة ويطبلونهم كم قنم وراهم ويسوون هذا اللي متعودين عليه. والله العظيم مثل الغنم يعني أنا انقهر من هذا لا تطونا مجال الله يرحم والديك يا أخي. لا حبيبي ترى أنا هذه بالقناة أول ما افتحت من 8 سنوات أو أكثر كله مع سماحة الشيخ الحبيب وشايف مو آلاف الناس مثل هالأشكال مر علي وعرف أنا دواهم أعرف شلون أتعامل مع هذه الأشكال النجسة هذه. أنا أحييك بس حتى قناة الولاية وقناة الدكتور دوم ما يعطون مجال لأن لا أنا عارف لا والله نفرح لما يتصل مستانسين متونسين في يا ليت يدك اليوم زين متونسين اصلا يعجبنا. هذا ماخذينه فاصل يعجبنا لما يطفر زين نمسح فيه الارض نستانس ونقول يلا اذلف. هو هذا احمد هذا او عبد القادر لا عبد القادر طيب مسكين عبد القادر صديق لا حيتكلم على عبد القادر رفيجي صديقي خاص انا على غلط هم يقولون انت كذاب. لا هذا عبد القادر صاحبي صديقي ما اسمح احد كيف يذبحني انا دائما يتصل على قناه الولايه والدعاء انا متابعه فد واحد معاند ما يخالف ان شاء الله على يوم نلتقي مع بعض ونتعرف عليه عن طريق شكرا السلام عليكم الله يحفظكم عليكم السلام ورحمه هو يا جماعه ترى هذول ما انتم مو عارفين هذا شوف يا جماعه الحين لما واحد يقول هو مثلا هذا الاخ ايش يقول يقصون مقاطع ونشرونها ويصعدونها اليوتيوب او شيء نعم اي مقطع يصعد اليوتيوب
ومكتوب عليه فدك وقناة فدك وحلقات فدك يطلع حوالينا اللي يشوفه أول مرة يشوف ويسمع عن قناة فدك يشوف يمه مقطع للشيخ الحبيب مناظرة شيء كلمة حلوة للشيخ الحبيب وتصير هذه بذرة بأذرة لهدايته انطلاقة لهدايته فكل عمل لا تحسبونه شر صدقوني كل عمل يسوونه الأنجاس يطلع خير ويتشيعون الناس وكل عمل يرتد عليهم قالوا الشيعة مجوس قالوا إنه قالوا أخطاء الجبرائيل ووصل الرسالة إلى محمد صلى الله عليه وآله كان يرسلها لعلي قالوا يطفون الليتات عليهم ويسوون ليلة الطفية اليوم العاشر وتختلط الرجال برس كل هذه قالوا كانوا يعلشون فيها وكان الناس مصدقتهم بس الناس عرفت كذبهم تشيعت الناس بالملايين فصدقوني كل شيء تشوفونه الحين وانتوا عبالكم الأخ من البصرة عباله يعني يضايق بالعكس لازم تفرح بكل شيء يقولونه كل شيء اللي يصير ضدنا راح نستفيد من عنده عندنا أبو طالب عفوا السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله السلام ورحمة الله وش اللي يحرمكم أحاديث الرسول الله لا يبلان الرسول اللي أرسل الله من فوق سابع سماء في القرآن محمد رسول الله زين أبو طالب أنت ليه تقول أنك من القطيف أنت منت من القطيف لهجتك ما هي قطيفية أبو طالب انقطع أبو طالب أبو زهراء من بابل أبو زهراء السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أخي عبد الله نعم أريدك دواء الهدية إن شاء الله ويحفظك بس نقول لك هاي الله يوفقك إن شاء الله مأجورين أخونا أبو زهراء رحم الله والدينك رحم الله والديك في أمان الله يخليك يا جماعة شوفوا إحنا دائما الشيعة دائما يتكلمون بهدوء وبعلمية وبهذه وإحنا نتكلم بهذه الطريقة ولكن مع الناس اللي تستحق مع الناس اللي تستاهل واحد يفهمها تحس إنها ناس فعلا يعني متعلم على سبيل النجاة واحد جاهل قاصر نكلمه بطيب وهذا ونرجو من الله هدايته ولكن يا جماعة مع النواصب زين هذول كثر ما يعني أشداء على الكفار لازم يصير شديد عليهم لأن هذا ما ينفع يجي بس يقعد يشوش ويروح منو عندك علي من مصر علي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندي سؤال صعب يا شيخ لو سمحت حول للمكتب تفضل وهو عندي سؤال صعب لو سمحت حول للمكتب بتاع الشيخ ياسر حبيب أقوله تفضل ما هي يا شيخ مكونات الكيكة والبسبوسة والكفتي انت شكلك بطة بعد شكلك متعشي عشاء وين ومتصور هذا يا جماعة انا اشوف السيسي كل محاضرة للسيسي وكل كلمة للسيسي تدري ايش يقول فيها يقول يا المصريين عندكم زيادة وزن حافظوا على وزنكم أول كلمة يتكلم فيها رئيسهم السيسي يقول يا جماعة حافظوا على وزنكم لدرجة إنه صار هو رئيسهم السيسي قام يسوي بالبايسيكل كله رايح بالبايسيكل راجع بالبايسيكل ليش؟ يحث الناس اللي هو الدراجة الهوائية يحث الناس على الرياضة وما في كلمة لعبد الفتاح السيسي اللي يقولهم يا جماعة عندكم نسبة زيادة وزن وطلع نسبة زيادة الوزن عند المصريين 80% تقريبا وهذا جاي ابن صاص الليالي يسولف على الكيك والبسبوسة أكيد وزنك أنت ما شاء الله زين أنصحك شفت هذه المورينجا اللي تكلمت عنها قبل شوية فعلا تحرق الدهون وتحافظ على الوزن وتسد الشهية الظاهر شهيتك مفتوحة على الكيك والبسبوسة والسلام العقلي يقول المخرج عبد القادر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى هلا عبد القادر شوف تكلموا عليك وأنا دافعت عنك عشان تعرف والله يا أنت مشكور شكرا جزيلا حياك الله تفضل قل ما عندك أنا أستغرب من بعض المتصلين يقول لك قالوا عبد الله الله ينعل فلان وفلان وفلان نعم لا يأتي بدليل علمي ولا مداخلة يدخل السلام عليكم لعن الله فلان وفلان وفلان
يا أخي أنا أستطيع أن أعالج كليني والطوسي والمفيد والطبرسي وغيره، أستطيع أكلهم أكل باللعن، ماذا يفيدني إذا لعنتهم؟ إذا كانوا مذنبين أعطي لهم أجرا، أعطي لما إنسان يتداخل يعني، حتى ولو جاء لعن في بعض الروايات أو لا ممكن، ولكن السلام أخي عبد الله، الله يلعن فلان وفلان، الله والله كرهتونا في هذا القناة والله. لا عبد القادر، عبد القادر احنا ما نبيك تكره القناة، شوف بس أقول لك احنا هذه القناة قاعد نعطي مساحة الحرية لكل الناس، اللي عنده مداخلة يتفضل، اللي عنده ناس مثل في واحد هذا مثل مصري زين، ريال عمره 50-60 سنة منقر بهذول رموز النفاق والكفر وهذا، يبي يطلع اللي بقلبه على هذه القناة، نعطيه المجال. يا أخي واحد أنت الحين تخيل واحد ذابح أبوك وذابح أمك وماخذ حلالكم وانت مخليك بالسجن زين، وانت الحين ما عندك متنفس، قاعد كل ما يتكلم تتكلم يلطشون فيك، عندك متنفس على قناة فدك تقول لعن الله اللي قتل أمي ولعن الله اللي قتل أبوي، الله يحشرهم في جهنم وكلوا حلالي، زين نعطيك مجال انك تدافع عن الله. شو يقول في القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. هذول ظلموا والله، ظلموا اهل البيت وظلمونا وظلموكم انت وظلموك انت اللي جاي تدافع عنهم، خل الناس تلعن انت، ايش حارك خبزتك؟ لا لا يا اخي عبد الله، انا لو وجدنا اللعن في سياق، يعني لو وجدنا اللعن هذا في سياق جملة أو في سياق صفحة، أنا أستطيع أن أكون الكوليني كذا 17 ألف زين. أنا أوجه عبد القادر، أنا أوجه رسالة عبد القادر لكل الشيعة اللي يكلموننا، عبد القادر يقول لكم يا أخوان يا طيبين يا شيعة يا رافضة، لما تبي تلعن يكون هناك دليل على اللعن، سياق على اللعن، يعني قولوا لعن الله عمر الذي قتل الزهراء عليها السلام بكذا وكذا وكذا، يكون عندكم حجة ومنطق. هذه رسالة عبد القادر، مشكور عبد القادر حبيبي، كل مرة تعال أنا أوجه رسالتك إلى الشيعة وخليهم يسمعون كلامك. شنو علي من بابل، علي من بابل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بدون زحمة أريد سؤال يتحول للمكتب. تفضل. أكو قول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول احذروا العرق فإن العرق أساس. نعم. صح لو لا؟ ما أدري عن سند الرواية، هو رواية ولا لا، دائما كلمات مشهورة تطلع آخر شيء مو روايات. فالمهم كمل سؤالك، خلينا نحول المكتب. احذروا العرق فان العرق ناس. شو ما عندك خط؟ ما ادري، خلينا نشوف روايه ولا لا، احنا كل شيء هالايام صار روايه، ذاك اليوم واحد يقول الروايه التي تقول الجنه تحت اقدام الامهات، لا جنه تحت اقدام الامهات، لا في واحد يقول حتى هذه شعر مال احمد شوقي اللي يقول دع الخلق الخالق، وايد اشياء اللي يقول اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، عن الرواية عن الرسول الله قال اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، زين يقول هذا كلام رواية، فأنا ما أدري، خلينا نشوفها ونحولها للشيخ. سؤالك في له تكملة ولا لا؟ السؤال إنه الرسول عليه الصلاة والسلام أولى بأن يحذر من العرق ويتزوج من عائلة طاهرة شريفة، وأنا سمعتكم قبل حوالي يومين تقولون إنه عائشة أبوها كذا. بس بسألك سؤال أخو علي، الأخ علي من بابل، يمكن توك قاعد طالع القناة. نعم. كثر صار لك تطالع القناة تقريبا؟ يعني أنا ذاك الأسبوع سمعت إنه كان في بيت دعارة وما أدري شلون، تدري إنه تدري شوف هذا السؤال يمكن سألوه الشيخ الحبيب بالبث المباشر أكثر من 200-300 مرة وجاوب عليه. راح أنت خليك معنا في فقرة المكتب، راح نعرض لك فيديو عن هذا حتى تسمع الإجابة كاملة إن شاء الله. وإذا أنت ببابل، ها لو عندي كتاب زيادة كان عطيتك هذا كتاب الفاحش الوجه الآخر لعائشة، مكتوب فيه كل شيء. مشكور يا أخي. شلون جاوبني؟ شلون يحذر من العرق
راح نحول لك راح اعطيك اجابه كامله مشبوهه. شلون هذا شلون شلون يجاوبني الحين يعني راح يجاوب شلون يجاوبك يجاوبك بحلجه زين. احنا الحين سيدنا لوط عليه السلام مو قال لعياله هذولاك لواطين تعالوا هؤلاء بنات نطهر لكم لواطين ولا مو لواطين؟ بنات الزواج حبيبي جواب المكتب جواب المكتب راح يجاوبك المكتب. انت خليك معانا زين وراح الحين اجابه تبيها فيديو او تبيها كتابيه ورا الفقره هذه على طول فقره المكتب وراح يجاوبك الاخ ابو اميري. اخواني ما ادري اذا ما عندنا اتصال خلينا نطلع الفقره اللي وراها. عندك ولا ننتظر الاتصال؟ الاولويه للاتصالات. خلنا ناخذ هذا الاتصال. اتصال من الجزيره المحمديه. عندي بعد شويه كلام عن هذا صاحبهم مال الامر بالمعروف والنهي عن المنكر شو اسمه نسيت اسمه محمد احمد القامدي. هذا فيلم احمد القام محمد عوض من الجزيره المحمديه. تفضل محمد. يا شباب محمد عندنا نكلم الشيخ. ما في شيوخ احنا ناس على باب الله. تفضل اخي. يلا خلاص يلا اذا ما في محاضره عندك انا بكلم الشيخ. اي شيخ من هو الشيخ؟ الشيخ ياسر ما في؟ لا ما في شيخ ياسر. ما في. عبد الله قلاف ما في؟ عبد الله تفضل معك. يلا عبد الله يلا. نعم تفضل انت على الهواء مباشره معك عبد الله قصر على التلفزيون وتتكلم تفضل. يا شيخ عبد الله. نعم. تفضل انت على الهواء مباشره معك عبد الله قصر على التلفزيون رحم الله والدينك. في سؤال موجه ليكم يعني. نعم. بالنسبه ل السيده فاطمه رضي الله عنها سلام الله عليها هل كانت عندها العادات النسائيه؟ هذا السؤال نوجهه للمكتب بعد نشوف الروايات في هذه الكلام ومع ان سؤال بايخ مثل وجهك زين. على العموم خلينا نطالع هذا احمد القامدي خلينا نشوف. اولا قضيه الحجاب خاصه بامهات المؤمنين قبل الحجاب او بعد الحجاب لا يغير شيئا في المساله هذا واحد. من اين اتت بالخصوصيه؟ أن الآية ثابتة بأنها نزلت كونها نزلت في أمهات المؤمنين لا يعني هذا أنها لا تشمل غير أمهات المؤمنين. عطني ما يدل على إخراجها على أن أمهات المؤمنين لا نص عن غيره. منطوق الآية في أمهات المؤمنين منطوق ما هو صحيح. هذا ما هو صحيح. لا عطني ما يدل على أنها لا أنها لا تعني غير أمهات المؤمنين. عطني ما يدل على أنها خاصة في أمهات المؤمنين. النص لا بد أن لا يخرج عن المنطوق. ألا يعجز الله جل وعلا أن يثبت لنا أو يذكر لنا نصا بأن هذا في أمهات المؤمنين ولا يكون في غيرها؟ أنا أقول لك اتق الله. أنا أقول لك النص يا شيخ أحمد. أنا أقول لك النص ينص على الآية تدل. أبكمل لكن يا أيها الذين آمنوا إذا أبكمل لحظة ترى هذا من وقتي. أبكمل أنا يا شيخ أحمد لكن أقول لك نقطة والله نصحا لله والله لو أردت أبحث عن المسألة هذه من أجل الاختلاط وأرى ما فيها من الأحاديث والله لا أقول خوفا من أن أتطرق لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أقول قد يكون هناك أشياء أنا لا أعلمها وأبرأ إلى الله جل وعلا أن أتحدث في هذه المسألة. فاتق الله لا تفتح في قلوب الناس. أنا رأيت تعليق على كلامك كثير من الناس منهم من يقول تبين لنا أن محمد صلى الله عليه وسلم أصبح صاحب شهوات. اتق الله يا أخي لا تبحث هذه المسائل. أتريد أن يكذب الله ورسوله؟ اتق الله. نرجع للأدلة نرجع إخوان هذا ترى رئيس المدير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تدرون ليش غير كلامه هذا؟ ترى هذه يعني شغلات مو مبحوث فيها من قبل وهذا يعني نقدر إحنا هم نعترف ما نقول إنه هو يعني رأي علماءهم رأي الشواذ ولكن اللي يقثك واللي يقهرك انه يستخدم روايات من كتبهم وصحيحه ومعتبره ما يطهرون ساحه النبوه ويقولون هذه الروايات مكذوبه. يدوسون استغفر الله على كرامه النبي وتو يقول عرض النبي زين بس ما يقول البخاري كذاب والروايات كذابه. وهذا الرجال متمسك بالروايات وقاعد يقولها وقاعد يبني عليها احكام فقهيه وحل الاختلاط الاغاني عنده لسته كامله احلها راح اوريكم اياها بعد شويه. خل اخذ منو عندك منو
أحمد لوحيلي من بغداد. ألو، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. حياكم الله، حياكم الله يا أيتها القناة المشرقة والشمس المضية، وبارك الله بكم. هذا اللي خابركم من بابل ترى كل شيء ما يفتهم، هذا فد واحد حيوان ولا عنده ثقافة ولا داخل. منو خل شنو قال هو؟ خل تذكر وين هذا واحد قال على الرسول يعني ما يعرف يتزوج منين على لا 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 هو ليش حيوان الشيخ وريال يسأل يمكن ما يعرف هذا لو سامع ما شو اسمه مال الشيخ المحافظ كان ما تطرق لي زين مو سامع شوف احنا احمد ليش الناس يسألوننا دائما ويعيدون السؤال لانهم مو سامعين ترى على فكره من مشاكلنا ومن مشاكل الناس انهم يسبون الشيخ الحبيب ويلعنونه ويطعنون فيه ليش انهم مو سامعينه خلي يسمع ان شاء الله الله يهدي احنا ذولا متعايشين وياهم بالعراق متعايشين وياهم هذه مديدة لك تواكله يعرضها مو الكل مو الكل لو خليت خربت في ناس زينين وفي ناس شينين مو الكل بأيام الدواعش هم مشكلين حاضنات لهم والله لولا نصر الله ماكو يعني وسماحة السيد السيستاني حفظه الله لهسه احنا كل واحد ببلد ماكو كان لو ناجح بيتهم بالقضية بس الله سبحانه وتعالى هو اللي يعني بس هذا كلامك اخوي احمد ما نقدر نعممه على الكل ان شاء الله الله يهديهم مشكور على مداخلتك بارك الله فيك زين هذا نفسه هو احمد القامدي قلت لكم مو راي علماءهم حتى لا نكون منصفين ولكن يستعين بروايات موجوده احنا شنو الفرق بيننا وبينهم اخواني مثل ما قال الاخ علي احنا عندنا راي اللي وصل له كل فقهانا هذا الراي كذا وكذا وكذا زين اذا في روايه موجوده مني ومني في كتب اهل البيت سلام الله عليهم نقول لا ناخذ بها الراي ولكن انا اتمسك فيها ودافع عنها وبررها انها حاله استثنائيه مثل ما هذا لما على الاقاني شنو قال؟ قال لهذا رد عليه قال للرسول ضربه بالدف قال هذا امر خاص ما نقدر نعممه زين انت قول هذه الروايه كذب يعني الرسول صلى الله عليه واله منزه عن هذا الكلام ما يقول هذه المشكله عندنا بعد شغلات وايد حللها هذا وكلها عنده روايات فيها وهو طبعا دكتور خلينا نشوف الاتصال هذا ابو هشام من البصره الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عداهم اللهم لعن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وقتلت الحسين هاي رسالة وديها لعبد القادر أحسنت لك الشيء عليك أحسنت نعم هاي الرسالة وديها خلاص هذا ابو هشام ما يبي يسمع كلام عبد القادر ولك الحق وبعد نعم. كل واحد حرين الناس حرين نعم تفضل عندي تعقيب على الاحتفال بالنسبه لل هؤلاء ذول الاحتفال بكربلاء ولو كان الاخوان المؤمنين لعنوا عائشه وابو بكر وعمر كان احتقلوهم نعم انا واحد من الناس اللي احضر المسيره مال كربلاء يسمون يضحكون علينا نعم انا يعرفوني كلهم الجماعه يعرفوني ابو رائد ابو رضا وكلهم يعرفوني موجود انا الله يقويك ان شاء الله الله يقويك انا يضايقوننا لعن الظالمين لعن الظالمين يضايقوننا بكربلاء زين ما دام انك ابو 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 هشام ما دام انك انت موجود في العراق وعندك اطلاع على الفعاليات والهيئه الدينيه في كربلاء ما في ردود فعل مني منك على هذه الاحتفالات والخبر هذه والله يا اخي علي ولا يهون الاخ عبد الله والله يغضون النظر عن ايش اشياء متعمدين؟ لان هاي والله ما اعرف يعني هل كان يعني راضي طبعا اللي بكربلاء بنص المحافظه يعني وين هي الاحتفاليات؟ وين؟ يعني مهد الكربلاي ما سمع بيها صار هم اسبوع يسوون هناك
يحضرون هاي الاحتفالات شلون ما دروا بيها. وهو يعني. ابو هشام هو اسمه امين عام العتبة امين، هل هذا يعتبر من الامانة؟ لا والله مو امين، والله مو امين، لا امين العتبة ولا امين مافيا، خان الامانة، ماسك لمافيا وخان الامانة، يعني خان الامانة. يعني انا مع الاسف والله يعني شنو يعني زين زين. سؤال ثاني ابو هشام، اذا عبد المهدي الكربلائي تدخل صوته مسموع ولا ما حد يسمع كلامه؟ والله ما اسمع جامع، لكن ما حد يسمع، وانا اصلا مهمول ولا كلام علي، يعني كلام علي ما اقدر احكي لك اياه. لا يعني لا مثلا الحين هو يبي اذا يبي حط بوخه يبي يمنع هذه الاحتفالات يقدر يمنعها؟ ما يمنعها، يعني هذول اقوى من سلطته؟ يعني هو شوف احنا بالنسبه لديننا الدين ودين اهل البيت والفقه والمراجع القدماء ما يلتزم ويا الدوله، ليش ما يلتزم ويا الدوله؟ حتى ما ياخذون علي في المستمسك، ما ياخذون مستمسك على المرجع او على الخطيب او يعني هم احنا بالنسبه هذا ديننا مو مثل دين المخالف، دين المخالف موظف عد الدولة ايش يقول له لي وجهنا ايش تتكلمي تتكلمي. احنا من مع الاسف ضاقوا المادة والفلوس قاموا يغضون النظر عن هواي اشياء صراحة. يعني الله يعين ان شاء الله، ومشكور على المداخلة حبيبي ابو هشام. وناخذ طارق من المغرب. طارق السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا اخي عبد الله. اهلا وسهلا يا اخي عبد الله. واحد سؤال، هل تصدق ما قاله ياسر الحبيب على ان الرضا امام الرضا هو اللي ساعده من الفرار من الكويت؟ هل تصدق هذه الكلمه يا اخي؟ قالها ياسر الحبيب، هل تتذكر؟ هل تصدق هذا الكلام؟ هل تصدق كلام ديال ياسر الحبيب على انه شاف المصحف ديال فاطمه الزهراء وشاف فيه مقتل ديال صدام حسين؟ هل تصدق هذا الكلام؟ بس كلكم كذابه، كلهم الفلوس ديال الفيلم، الفيلم اللي كتبوا تصابوا في الاول فلوس، اش معطوها مع 10 مليون ديال الدولار، كيما هي؟ انتم كتبوا ان شاء الله سيخرج فارع الوصول. طارق وعليكم السلام عليكم. لا حرام طارق، ليش معصب؟ عاد والله مبين عليه خوش ريال. ان شاء الله طارق احنا نتمنى لك الهدايه. زين طارق بسالك سؤال تكفى جاوبني عليه. طبعا هو القصه هذه مالت الامام الرضا سلام الله عليه مخطه ابو الفضل عباس سلام الله عليه، ونعم انا مصدقها. زين بسألك سؤال طارق، تذكر هذه كلمتي، انت سألتنا عن فيلم يوم العذاب، اذا خرج فيلم يوم العذاب وشفته بعينك ماذا يكون ردة فعلك؟ انا اتمنى منك تتصل علي واخذ رقمي من الكنترول زين، وتقول لي يا عبد الله انا قلت امام الناس واتهمتكم بهذه الكلمات القذرة ولعنتكم، ولكن انا اطلب من عندك المسامحة، وهذاك اليوم إذا اتصلت وطلبت من عندي المسامحة أنا أسامحك إن شاء الله أخوي طارق، وأتمنى فيك إن شاء الله الهداية. يعني أشوف شكلك إنه مو شكل واحد يعني ناصبي، يعني مبين عليك رجال مخدول. إن شاء الله لك اتصالات أخرى تكون أهدى إن شاء الله ونتناقش مع بعض. محمد من المغرب السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي كل العلماء، لا أجيد اللغة العربية لكن ستفهم ما أقول. نعم. كل علماء العالم متفقين بأن السب والشتم والقذف سلاح العاجزين. عجزتم أن تأتوا بآية محكمة جلية في القرآن الكريم بإمامة علي أو ولاية. لو سمحت علي. هذا أول شيء، لو سمحت أنت تقول السب ولا زين استغفر الله، يعني أسلوب 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 القرآن، أسلوب القرآن أسلوب عاجز، أسلوب عاجز والعياذ بالله. في وبخ الناس، لعنهم، سبهم، زين قال فيهم أعداء الله، قال فيهم ما قال، قال عن ابن باعوراء مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هل هذا أسلوب عاجز؟ أجب أنت أشكلت هذا الإشكال، جاوب لنا عليه بس الله يخليك. المفروض انا ما اعطيك مجال على هذا الموضوع، بس تفضل. والحين ابي يقول هذا، يبي يحطها على عجزتم عن امامك، شوف شلون
يفرون. بس هذه بعطيك اياها شلون عشان تعرف هذول شلون الاسلوب البكري. نعم. ترى طرح شبهتين، يبي يطرح شبهتين باقل من 20 ثانيه. صح. وهذه الشبهات تعدي زين. واحنا ما نحن تعال انت الحين تعال عبد الله تعال تكلم على جيب آية أدلة الإمامة وارجع مرة ثانية وتدري لو تسكت عنه نعم. خلال 35 ثانية يعطيك يمكن أربع شبهات وراء بعض ويخليهم يقطهم ويمشي. نعم. هذا حالة حال الثانية ذاك اللي اتصل من ليبيا شو اسمه عيسى زين وغيره زين كلهم بهذه الطريقة ايه؟ يعني تقول له عندي أنا عندي موضوع أنا ما يجاوبك على صلب الموضوع محضر الموضوع يطرح شبهات وتعبان وقاعد اطالع الاراء علماءهم واجيب الفيديوهات واتكلم واحط الفيديوهات واقول لكم يا جماعه هذا اليوم نبي نتناقش فيه يتصل بارده مبرده قاعد على البراد وكيف يقول يتكلم اللي يبي. نعم. ما يصير مو كيفك كيف نحن منو اللي عندنا زين ناخذ كريم من الاهواز. كريم السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونكم شيخنا شلون صحتكم؟ الحمد لله بخير. قبل لا ابدا يعني بكلامي احب اوجه هذا الكلام يقول كبرت انا وصريفه وماني ابن قصور ولو يعني شوي كم بيت ان شاء الله. هو شنو؟ كبرت انا وصريفه وماني ابن قصور وتبا للقصر لو ذل يراويني اشرف كوخم. شنو هو الشعر هذا؟ اي نعم وش كمل كمل الشعر على اهل البيت ولا شنو؟ اي كبر اي على اهل البيت عليهم السلام. سلام الله عليهم. اي كبرت انا وصريفه وماني ابن قصور وتبا للقصر لو ذل يراويني اشرف كوخ ابوي البي كبرت بزود واتشرف. الو اي كمل. اي كبرت انا وصريفه وماني ابن قصور وتبا للقصر لو ذل يراويني اشرف كوخ ابوي البي كبرت بزود واتشرف والعز يغطيني وحب آل الرسول المنعجل بالروح يجرب دم شراييني بهذا النان ربحت وتصور اغلى الناس خل ذهبك الك ما بيك تشريني ولا تغشك فلوسك لا تغشك فلوسك لو يبكني العون ادق باب الحسين وكل شيء ينطيني. سلام الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا خادمه الحسين من بغداد السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يساعدكم والله يعينكم. أنا أريد أعقب العفو على هذا كلام محمد هذا من المغرب المتصل. نعم. يقول على السيد والله بدون ما حلف والله العظيم 2008 أنا شلت بالكعبة الحج يعني حجة الإسلام ثق بالله يمكن هاي ثاني مرة مخليله يعني شلون هاي نسمي شريف مخليله كله من هاي الرياضات سب الرافضة وينطي سب الرافضة وينطي والله العظيم وحدة كردية من الخانقين كانت ويانا حتى رجلها رزلت والله العظيم كل واحد سوى خمسة أوراق سوى خمسة أوراق من دولار بسب الرافضة سب الرافضة وسب أئمتهم زين وين كانوا عن هذا الكلام هذا السب وين كانوا عليه من عليهم يزكون منطقتهم ومن على أهل البيت الله يحفظكم المهم نعم الله خلي اسم هذا محمد هذا أي موجه أنا يعني شون حجية وصاحبة ولد وخايفة الله وصايمة وصلي وعاتق بنتي الله يوفقك نعل الله أبو بكر حسنت نعل الله أبو بكر ونعل الله عمر ونعل الله عثمان ونعل الله عائشة هاي أم المصايب أم المصايب ما يدخلون للنبي إلا يأكل الروسنا إيش قالت عائشة وإيش أتت عائشة أقول هاي حبايبي يعني بعد ماكو غيرها المهم ونعل الله عائشة ونعل الله هند ونعل الله عثمان ونعلت الله على كل من يبغض أهل البيت وكل من يعاديهم من الزكريه من الشيعه من العمريه وسيروا الله يوفقكم يوم جزاكم الله خير حجي الله يوفقكم وبارك الله بكم تقبل الله اعماركم الله يسلمكم خلينا نشوف هذا المقطع تكفى حط لنا هذا شنو بعد عنده حلل بعد اشياء كثيره خلينا نشوف يعني انت الان صامد في هذه الساحه لوحدك في الدفاع عن الاختلاط ما في الاثنين اللي انت ما يعني انا تكلمت في امور كثيره وليس في الاختلاط فقط سوف اتي انا بعض الفتاوى وليست المساله مساله قتال
هذه وجهة نظر وبينتها بأدلة، ومن كان له حجة يعني فله فرصة يعني أن يدلي بما لديه. يعني الشاب اللي سأل عن الفتاوى الشابة، يعني أنت مثلا عندك فتوى أنه صلاة الجماعة، أنت قاعد تدخل التابو الديني الصعب في, 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 في السعودية، صلاة الجماعة تقول أنها سنة ولا هي بواجبة، إغلاق المحلات تقول ما هو بلازم وقت الصلاة، يعني فتوى في الحجاب، الفتوى في الاختلاط انه الاختلاط جائز، قياده المراه للسياره، يعني انت دايم اعطيك اشياء اخرى جديدة. يعني حتى واحد منهم قبل شوي يسال يقول لك ما حكم سماع الموسيقى، يعني انه حس انه انت ممكن انك تحلل الموسيقى. ايوه تكلمت انا فيها. الموسيقى حلال؟ لا ارى فيها شيء انا. الموسيقى تحلل؟ نعم لانهم يحتجون بحديث في 12 عله. نعم. وفي بحث ايضا عندي هو عمدتهم البخاري في ذلك. وفيه 12 إلا ولا يقوم تقوم على حجة، ولا أحاديث الصحيحة الثابتة عن الصحابة في الاستماع كثيرة، ويعني ليس الآن يعني مجال لسرد هذا، ولكن لكنك ترى أن الموسيقى حلال. نعم. وسوف تصمد على زين. هذا قلت لكم نعلق على هذا الفيديو بعد إن شاء الله. خل ناخذ هذا الاتصال من ابو خديجه من كربلاء. السلام عليكم. السلام عليكم عزيزي، شلونك؟ وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم ولعن اعدائهم ابو بكر وعمر وعثمان ومعاويه وحفصه وعائشه وسائر اعداء ال بيت رسول الله صلى الله عليه واله. نعم تفضل ابو خديجه، عندك مداخله؟ والله شغلة كربلة مشكلة، شغلة كربلة والله ما أدري شو أقول لك يا عبد الله. يعني شغلة مخزية، يعني هاي الأرض المقدسة اللي 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 ما نعرف شو نقول لك والله، يعني ترابة يعني يسوى العالم كله. نعم. وتيجي هنا تلاقي بالسناتر وتلاقي بالمولات وتلاقي بغير شيء، الفساد يعني مو شلون مكان والله، بالشارع الله شاهد. يعني هذا حتى يعني ما أدري شو أقول لك، مو بس بالسيارات، نوب أبو ستوتة جايب له نسوان محمرة ومتمكجة ودق ورقص همين بالسناتر. أنا أقول لك أبو خديجة، أبو خديجة في معاملة عند واحد باكستاني شيعي هني في لندن، هني رحت بسويها باسم واحد صديقنا هني السيد مهدي الحسيني. هذا أعطيته صورة جواز السيد مهدي زين، فقرأ سيد هو سيد مهدي الحسيني، فكاتبين مواليده كربلاء. مسكين قام يبكي بس سمع عنا هذا مواليده كربلاء. تخيل باكستاني وبلندن بس سمع انه مواليده كربلاء قال الله ودي ازور كربلاء. شوف بلندن وباكستاني بس سمع ان هذا مواليد كربلاء واستانس ومشى المعامله مالته. فانتوا اهل كربلاء نفسها زين، وشنو قاعد يصير بكربلاء؟ اخي ابو خديجه بس انت اذا ما دوم كنت موجود يعني ناخذ منك معلومات، شنو كان رده فعل الجهات الامنيه؟ شنو كانت رده فعل مثل هذول اللي موجودين المسؤولين العتبات على هذا الهتك للمدينه المقدسه؟ نعم والله يا اخي اي رده فعل ماكو، بالعكس هم مسوين على اساس الامان ومحافظين على الشوارع ومحافظين على الناس وخليهم كلهم يعني ياخذون راحتهم، ولا كانما اكو فتشي. يعني عم السكر موجود بالشوارع وراس الحسين بالشوارع السكر، تعرف شنو معناته بالشوارع؟ مو قصدي قاعد هو والبطل ماله ويشرب بالشارع، لا، حاط لك اياها بقوطيه وحاط له سياره مقابيل منتزه وحاط النوبة. يعني أنا شايفهم قدام عيني، أنت ليش أكون شي يسموه أكون منافق له؟ هاي بس تذني شغلات شايفني بعيني. زين شنو حقيقة بس هذا السؤال أخي، شنو حقيقة قانون قدسية المحافظة؟ هل هو قانون واقعا تصدق من المحافظة؟ وهل يعني إذا تصدق هل عمل به في هذه الأيام؟ نعم شغله على اساس هاي القدسيه ما قدسيه، بس التوجيهات الدينيه اللي جاي تطلع بالتلفزيون غيرها ماكو. عود هاي يطلعوا لك هاي، عمت اشوف الفساد رحمه على والدك بالفنادق والام العربيه. انا دوله اتعجب عليهم دوله، يعني طلعوا لي على اساس هم بس هم شرفوا براسنا، ابهاتنا سلقوها هم. انا احكي لك ياي كمان طلع اليوم بالمعروف والنهي عن المنكر جد يسلقوه.
متخلف انت اذا تكلم على الامر المعروف انه يعني المنكر. الظاهر اخونا ابو خديج شوي صوت عندك يتاخر، قاعد تسمعنا من الهاتف من التلفزيون. ناخذ ابو محمد من اليمن. ابو محمد سلام عليكم. ابو احمد من اليمن. ابو احمد سلام عليكم. ابو احمد سلام عليكم، تفضل يبا. نعم اهلا وسهلا، تفضل ابو احمد حياك الله. الو. نعم تفضل اسمعك، تفضل. انا معك يا اخي ذنبي. نعم اسمع. نعم مثلا عندنا اسمع بعض الناس يعني هذا حرام شرط الناس احنا نذهب على البيت عليهم سلام الله، سواء الامام علي حسن ما يحضر الامام نافذ. ما قاعد مو فاهم كلامك، يقول صوتك مو واضح. والله ما ادري، مو واضح صوتك. يا ليت اخوان في اليمن الله يفرج ترجمون. منو عندك؟ مصطفى من المغرب. مصطفى السلام عليكم. السلام عليكم الاخ عبد الله. وعليك السلام ورحمه الله. كيف حالكم؟ اهلا وسهلا حياك الله. من مدة أنا أحاول أن أتصل بك ولكن لا أجد الرد. نعم تفضل. بالعموم على المشاركة فأنا أشكركم وأهنئكم ويدي في يديكم على نشر المعرفة والعلم ودين الحديث والنصيحة، ولكن عندي كلام أريد أن أقوله بيني وبينك ليس على المباشر. إن شاء الله إن شاء الله. أنا مصطفى من المغرب، قد يكون قد قال لك أنني وأنا أحاول أن أتصل بك. إن شاء الله. الأخ متشيع. خليك إن شاء الله بعد البث المباشر وتواصل معي إن شاء الله. نعم، حاول أن أتصل بي وأنا لا أتصل بك. إن شاء الله. لديك. إن شاء الله، مأجورين إن شاء الله. حياك الله أهلاً وسهلاً. مأجورين، أنا كنت بعقب على اخر فيديو طلعناه كان عندي تعقيب عليه، بس خل اخذ الاتصال من ابو علي من النجف. ابو علي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. يعني هذا اللي اتصل من الانبار. نعم. يعني يقول الاناء ينظر بما فيه. نعم. والكلام صفه المتكلم. فهذا اقول له يعني اين انت ومنطق العقل؟ فلو اقتديت برسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وجاءتكم بالحكمة والموعظة الحسنة، فأنت ناقش بكلام معقول وجادل بالحقيقة. لماذا تلجأ إلى هذا الأسلوب القذر، أسلوب السب؟ أخ أبو علي ما عندهم هم، ولو عندهم سب مثل ما سوى هذا العائشي من الأنبار، لو يسب ويشرد، لو يطرح نقاط يشتت الموضوع يبعثر أصل الحوار ويشرد، ما عندهم هذا النية. محاورهم اكبر واحد بما هذا اللي عندهم، هذا اللي يقدرون عليه. سامحهم يا اخي، والله هذا المذهب الوهابي مذهب غريب عجيب، يشهد الله العظيم مذهب مزيف، مذهب مبني على القذارة، على الكذب، على التزييف وعلى الدجل. يعني هو اساس المذهب هو الخلاف بيننا وبينهم على الخلافة. يعني هي اساسا خلافة ابو بكر هي خلافة باطلة، يعني ما يقبلها منطق العقل، على ان ابو بكر هو افضل الناس بعد رسول الله. مو هيك هذا منطقهم؟ اي نعم. هذا هو منطقهم وهذا زين. انا اعجب والله العظيم، يعني هل ان ابو بكر هو الذي قيل له كرم الله وجهه ام قيلت الامام علي بن ابي طالب؟ للامام علي يعني كرامات مو فضائل، كرامات. زين هل ان ابو بكر اين ولد؟ ولد في بيوت نجسه، اما الامام علي بن ابي طالب ولد في اطهر مكان على وجه الارض وقيل له وليد الكعبه. زين الإمام علي عليه السلام هو الذي ارتقى على كتفي رسول الله ليحطم الأصنام اللي موجودة على الكعبة. الإمام علي هو أول من شهد الشهادتين. أين علي بن أبي طالب وهؤلاء؟ والله حينما نقارن علي بن أبي طالب بهؤلاء، أشهد الله العظيم، نقارن الذهب بالصفيح. أحسنت علي بن زين. يعني ناهيك عن الشجاعة، أين شجاعة أبو بكر؟ الإمام علي بن أبي طالب حينما خرج لعمر بن ود العامري في غزوه الخندق، قال رسول الله برز الايمان كله الى الكفر كله.
هل إن أبو بكر أفضل من الإيمان كله؟ هذا منطق رسول الله. وفي تحرير خيبر قال: لا أعطينا الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبانه كرار ليس بفرار. أين أبو بكر وعلي بن أبي طالب؟ والله يا شيخ غريب عجيب هذولا، ما أفهم شنو من مذهب. نسأل الله لهم الهداية. بارك الله فيك، أحسنتم أخي أبو علي، الله يوفقك، جزاك الله خير. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. شوفوا عند كل ما بتكلم المخرج يقول لي عندي واحد. الأولوية للاتصالات. تاخذ عبد الرحيم من ليبيا. السلام عليكم أخ عبد الرحيم. ألو. السلام عليكم يا أخ أبو عبد الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين البرر الأطهار ويا رب الله على أعدائهم من الأولين والآخرين وعلى النواصب كلهم. يا أستاذ. نعم تفضل. نعم. أنا بنسألك سؤال خارج الحلقة. أنا نسمعت صلاة الجماعة والأستاذ هذا خوف بصلاة الجماعة، حتى الجمعة ما نصليش فيها. شنو الصلاة سؤالي؟ صلاة الجماعة حتى الجمعة ما نصليهاش خلفهم، هذا اللي تقصده؟ الظاهر هذا السؤال موجود. عن وجوب صلاة الجماعة بهذا الموضوع؟ يقول أنا سمعت أنكم تقولون صلاة الجماعة صلاة الجمعة ما نصليها، فهم صلاة مش داعي مقبولة حتى تصلي وراهم إخواني. نعم. أنا بس أعلق على هذا إخواني ونخل ننتقل لفقرة المكتب. زين. هذا يعني نهاية نقول البحث اللي سويناه عن هذولا. هذا أحمد القامدي مدير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دكتور، طلع فتاوي شاذة عن الإجماع اللي موجود عندهم، ولكن استعان في هذه الفتاوي بروايات عندهم. هذا اللي حاصل إخواني. مثلا قيادة المرأة للسيارة كان عندهم من أكبر المنكرات، سمحوها بروايات معينة. تحليل هذا الورق اللي كان حرام عندهم، سووا بطولة بلوت في ما يعرف بالسعودية، أكبر بطولة يمكن بالعالم، ولازم يلعبها المفتي مالهم هو اللي يلعب معاهم، وجوائزها عالية. زين. الموسيقى كانت حرام عندهم، الآن حفلات طرب وقاني عندهم بفتوى. السينمات كانت عندهم حرام، زين، حللت السينمات بفتوى. ليش يا جماعة؟ احنا ما نقول ان مثلا نقول عندهم الإجماع يحرم، ولكن هذولا شنو استقلوا هذه الفرصة، عندهم منفذ بروايات مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى أهل البيت سلام الله عليهم. زين. وخذوها وبنوا من عندها موقف، وبنوا من عندها فقه، وبنوا من عندها عقيدة، وبنوا من عندها حلال وحرام. أخ عبد الله، بس موضوع واحد، قد تكون إخواني هناك مثل روايات في الكتب المعتبرة عندنا متعارضة، ولكن هذه وين نرجع هذا الرواية؟ وين ترجع الفقيه الجامع للشرائط المرجع العادل يقدر يستنبط الحكم ويطلع الحكم من هذه الروايات المتعارضة؟ ما شفنا هاي الروايات، إن كانت موجودة طبقناها وحللنا عن الغناء وحللنا عن الرقص وما سوى. المشكلة مع هؤلاء أخواني يحللون هذه باسم رسول الله صلى الله عليه وآله، باسم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، الاختلاط والغناء يحللونه. هذا الفرق بين استنباط علماء أعزهم الله حفظ الله الباقين ورحم الله الماضين، وبين هؤلاء مدعي العلم علماء الضلالة الذين ينسبون هذه يعني هذه الترهات إن صح التعبير إلى النبي الأعظم وهو بريء منها صلى الله عليه وآله. نعم خبر. أحسنتم إخواني، وننتقل إلى الفقرة التالية وفقرة المكتب، وإذا موجودة جاهزة الإجابة على السؤال مع الأخ أبو محمد أبو سلطان. فدك بلس. حياكم الله أخواني في فقرة المكتب، وإن شاء الله نجاوب على الأسئلة التي طرحت في البث اليوم في قضية اليوم أو لك الهاتف. كان بالأمس الأخ جامع، إن كان ما نسيت اسمه، الأخ جامع من المغرب، سأل حول التبرك بمراقد أو قبور الأشراف في المغرب، وإذا كان يقصد من الأشراف هؤلاء الأدارسة كإدريس الأول أو من يلتف أو يكون تحت
لواء هذا الشخص فهؤلاء منحرفون يعني أو منحرفين وليسوا من أهل البيت عليهم السلام. وكان هنالك جواب في موقع القطرة بعنوان السؤال رسالة من أحد المهتدين من تونس تتضمن مسائل متعددة في العقيدة والتاريخ والفكر. في الفقرة رقم 17 يسأل يقول: هل أن الدولة الإدريسية بالمغرب شيعية وفيما يتمثل موقف الأئمة منهم؟ الجواب هو: لم تكن الدولة الإدريسية شيعية بالمعنى الحقيقي، وإنما كانت بكرية قريبة من الثقافة الشيعية فحسب، وكل دولة تأسست بغير ارتباط بالإمام المعصوم عليه السلام. اعلم إنها كانت دولة منحرفة، وموقف الأئمة عليهم السلام منها هو موقف المقاطعة. فإذا هؤلاء ليست قبورهم ليست بتلك المكانة، إن كنت تقصد هؤلاء الأدارسة كإدريس الأول. أما إذا كان سؤالك عن أشخاص آخرين لم يثبت انحرافهم، خلنا نأخذ مثال مثلا المراقد الموجودة في خلنا نقول في العراق، مثلا كمرقد السيدة شريفة بنت الحسن التي هي من أحفاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، فهؤلاء يجوز التبرك بهم والاستشفاع بهم والتوسل بهم إلى الله تعالى، ولكن بشرط أن لا يكون هنالك انحراف قد صدر منهم أو قد صدر من الأئمة عليهم السلام كلام فيهم. يعني هذا بالنسبة لسؤال أخونا جامع الذي سأل بالأمس. سؤال اليوم الأخ لعله بلال من العراق أو علي من العراق، حول اختيار الرسول صلى الله عليه وآله لزوجاته، ويقول أن العرق دساء. سوف أقرأ جوابين. لدينا سؤال بموقع القطرة أيضا: إذا كان عمر بن زينة فكيف جاز للنبي صلى الله عليه وآله أن يتزوج ابنته؟ السائل يسأل يقول: يثير أتباع المعتقد البكري شبه في أذهان العامة ومختصرها أنه إذا كان ما تقولونه عن أبي بكر وعمر صحيح، وخصوصا عدم طهارة مولد ابن الخطاب، فكيف جاز للنبي صلى الله عليه وآله أن يتجوز ابنتيهما وهو القائل: تخيروا لنطفكم إن العرق دساس، أو قل ما هي العلة أو الحكمة في سبب تزوج الرسول منهما؟ الجواب: هي ذات العلة التي اضطرت النبي العظيم لوطا عليه السلام لأن يتزوج امرأته التي كانت من قوم سوء فاسقين. إنه أمر الله تعالى لأنبيائه عليهم السلام لإقامة الحج على أممهم، وما على النبي من أنبيائه عليهم السلام إلا التسليم لأمر الله تعالى والتضحية لأجله. وهذا المستشكل ألا يعرف أن أحكام الأنبياء خاصة؟ فمثله كمثل من يحاول الإشكال على إبراهيم عليه السلام بأنه كيف أراد ذبح ابنه مع أن القتل بلا ذنب حرام، أو كمثل من يحاول الإشكال على نبينا محمد صلى الله عليه وآله بأنه كيف تزوج أكثر من أربع والزواج بأكثر من هذا العدد حرام. هذه شبهات لا قيمة لها، ولا يمكن تغيير الحقيقة التاريخية في أن الطاغية عمر بن الخطاب لعنه الله كان غير طاهر المولد بمثل هذه الادعاءات. هذا جواب. الجواب الآخر بعنوان وهو أكثر صراحة: إذا كانت عائشة بهذا الدنو الأخلاقي فلماذا تزوجها النبي صلى الله عليه وآله؟ الجواب هو أن جميع الأنبياء صلوات الله عليهم أعمالهم كلها وحي يوحى من رب العالمين، فإذا كانت زوجة النبيين نوح ولوط أو النبيين نوح ولوط عليهم السلام على هذا الدنو والانحطاط الأخلاقي، فلماذا أكرمهما الله وأمر النبيين بتزوجهما؟ فلا مفر أمامك إلا أن تكذب بكتاب الله الذي نص على فساد الزوجتين حتى تبقي على اعتقادك بأن كل امرأة يتزوجها نبي يكون ذلك إكراما لها وقصدا لأن تحمل المرأة سيرته وتنقلها إلى العالم أجمع. وإما أن تتخلى عن هذا الاعتقاد الباطل المخالف للعقل
والشرع وتلتزم بالاعتقاد السليم. والاعتقاد السليم هو أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وكذا سائر الأنبياء تكون لزيجاتهم مقاصد متنوعة لا تنحصر في الإكرام، بل تشمل الامتحان والابتلاء وتقديم الأهم على المهم ودرء المفسدة وما إلى ذلك. وزواجه صلى الله عليه وآله من عائشة عليها اللعنة إنما كان من هذا القبيل، وقد عبر عن الحكمة فيه عمار بن ياسر رضوان الله تعالى بقوله حين خرجت عائشة إلى البصرة: إن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم أياه تطيعون أم هي. المصدر البخاري. فعائشة إذن من أبواب الفتنة والابتلاء، وقد زوجها الله تعالى نبيه لعلمه بأنها فيما بعد ستخرج وتتمرد على وصيه الشرعي الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وستسلك بالأمة سبيل الكفر والشيطنة، فيقع التنازع بين الفئتين، الفئة المؤمنة والفئة الكافرة. ويرى الله تعالى من من الناس يطيعه فيكون مع وليه عليه السلام، ومن من الناس يعصيه فيكون مع عدوته عليه اللعنة. ولذا قال عمار: إياه تطيعون أم هي. ويعني ذلك أن من يطيع عائشة لا يكون مطيعا لله تبارك وتعالى. إلى آخر الجواب. من أراد الرجوع إليه في موقع القطرة بعنوان: إذا كانت عائشة بهذا الدنو الأخلاقي فلماذا تزوجها النبي صلى الله عليه وآله؟ هذا كان تمام الجواب على سؤال أخونا الكريم، وإن شاء الله يهتدي هذا السائل ويكون هذا الجواب فيه فائدة. وإلا هذا الجواب قد طرق سابقا وقد أجيب عنه عشرات المرات، موجود أيضا أجوبة مرئية بإمكانكم الاستماع عليها في اليوتيوب. فقط اكتبوا: لماذا تزوج النبي صلى الله عليه وآله بعائشة أو بحفصة وغير ذلك. جواب مفصل موجود في أيضا في كتاب الفاحشة الوجه الآخر لعائشة. هنا وصلنا إلى ختام هذه الفقرة، وننتقل إلى الأخوة الزملاء في فدك بلس. فدك بلس. أحسنتم أخونا، والفقرة الأخيرة وهي جواب المسابقة. سؤال اليوم أخواني: لماذا سميت مكة بكة؟ هذا هو سؤال اليوم. نعم، يسمون مكة ببكة. لماذا سميت مكة المشرفة ببكة؟ والجواب: نعم، الجواب في رواية عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: إنما سميت مكة بكة لأن الناس يتباكون فيها. هذا هو الجواب لحلقة هذا اليوم. أحسنتم، ونرى عدد الإجابات الصحيحة. ما شاء الله، نجري القرعة. الفائز هو أحمد علاء. الفائز هو أحمد علاء. مبروك الأخ أحمد علاء، تتواصل مع الأخوة لاستلام جائزتكم. أخواني، وصلنا إلى نهاية الحلقة. تقدرون تشاهدون هذه الحلقة على صفحتنا بالفيسبوك وباليوتيوب، وكذلك نأتيكم كل أسبوع 5 مرات أو 5 برامج من يوم الثلاثاء إلى يوم السبت في الساعة 4 بتوقيت غرينتش، الساعة 7 بتوقيت الدول العربية. نعم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه إلى حلقة أخرى في أمان الله تعالى.